عبارة في حياتك نرسم بأحلى عبارة. حياتك حلمنا نشر السعادة والنجاح يدوم الرعية شعارة والمحبة غيتا وغلا وتادة في حياتك نرسمها بأحلى عبارة في حياتك نرسمها بأحلى عبارة. يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله وصبحكم الله بالخير، حياكم الله في برنامج صباح حياتك من برنامج حياتك البرنامج الكبير اللي يبث عبر قناة بداية 24 ساعة على 24 ساعة. يا مرحبا فيكم، ودائما نقول التفاؤل والثقة بأن الله سبحانه وتعالى هي لنا أفضل الأمور، وأن التوكل على الله هو الحل دائما وأبدا، وأن عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن التفاؤل من العبادة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. حياكم الله، نرحب فيكم ونرحب بأركان أو العمد صباح حياتك. يا مرحبا، حياكم الله، نرحب بأخوي أبو علي بريك، صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور، صبحكم الله بالخير أبو فزاع، وصبح الله المشاهدين بكل خير وسرور. يا مرحبا يا مرحبا أستاذ مصطفى. ما فيش أستاذ مصطفى النهاردة، أنا متكلكع على الآخر، أنا أعتذر اليوم عن الطابور. صراحة أمس رحت للنادي وطولت ويوم يا الله يجرجرون العيال الصبح من السرير، يا الله جي، فأعتذر عن الطابور. الشباب صباح القشطة، صباح العسل، صباح الخير، يا هلا، صباح حياتك، يا هلا فطور. صباح سليل، حياكم ويومكم بالخير. اقول صباح سليل. اي الله الله، انت البارح طعمك ما كنت تقول مركز. انا البارح التركيز 0%، اي 0%، والحمد لله اليوم لا، امورنا طيبه. نعم، والله يصبحكم بكل خير وسعاده وحب. يا مرحبا يا مرحبا ابو حصي، يا هلا، شلونك؟ اللي بسليل صار بي اليوم بالله، ما رقدت البارح. هو اللي عند مشعل يرقد، ما يخليك تنام عند مشعل. وانت وين رايح اليوم اصلا؟ البارح مع من راح؟ هو ما راح معي، حاتري راح مع الناس اللي جوا من حائل طال عمر، ويهبك من عندي ويمشي وما جاء للفجر يحط لا، ويوم جاء ترى بقول لك عليه اساس تأدبه. يوم جاء طال عمر وانا بسبع نومه، ويقوم طال عمر يصور يقول بس بقول لك نكته. وين تلقى بالله؟ وين تلقى واحد يونسك؟ وين حقوق الانسان؟ وين تلقى واحد يونسك ويضحك؟ وين حقوقك يا غالي؟ والله ما شاء الله، حقوق الانسان العصر. وين ترى انا شاهد على هذا الموضوع، بدينا نادي ما هذا ترى مسيكين، اي والله هذا دائم يخرب عليه هي والله، والله العكس، والله 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 شنيته حرب يعني شوية مع الصباحات ونتفهم معه. يلا خير يا بريان، صباح الخير. صباح النور ابو فزاع، صباح الخير عزو. اليوم شايف معك جرايد وشايف معك وسبحه سبحه، صحفينا اليوم. نتمنى ان شاء الله نكون اليوم افضل من امس، وان سليل العود اليوم يكون مروق. لا مروق اليوم، امس ما يذبحنا واخر حلاوه، شفت كيف؟ لا واليوم صح متوعدين اليوم، اليوم تخبط سفر وطريق طويل، الأفورة اليوم ايه؟ اليوم التاريخ راح يدخل البحر، بات إن شاء الله التاريخ. أنا أبو مطلق، صباح الخير. الله يصبحك بالخير يا أبو فزاع، أصبح عليك وعلى الأخوان في البرنامج، وأصبح على السادة المشاهدين. يا مرحبا أبو مشاري، صباح الخير. هلا والله أبو فزاع، صباح النور، صباح الخير على الجميع. في قصائد اليوم إن شاء الله؟ نبي قصائد يوم. أبشر والله. الله يعطيكم الصحة والعافية، والله تقضون مني يعني. أنا اليوم أمجد متأخر علينا كده، إن شاء الله نجاي في الطريق بإذن الله. يجي تبدأ يا أبو ريان، يلا توكل على الله ورفع صوتك، الله يحفظك، مستحي منا ما أدري قصتك. طبعا اليوم راح نبدأ جولتنا الصحفية، إن شاء الله نقدم الشيء اللي يرضي ضيقتكم. طبعا نبدأ مع جريدة الرياض، هذا الصحفي هو جريدة الرياض. أتشرف طال عمرك، وجريدة الرياض من الجرائد الكبيرة في المملكة. يا الله يعطيك العافية. طبعا نبدأ أول شيء من زيارة والد الجميع سيدي خادم الحرمين الشريفين شرق آسيا. طبعا العنوان الرئيسي في صحيفة الرياض، خادم الحرمين يبحث مع سلطان بروناي العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، اتفاق على توحيد المواقف تجاه الأزمات وقضايا الأمة ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب.
طبعا بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وجلالة السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي في قصر الاستانية نور الإيمان أمس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون في مجالات مختلفة. طبعا زيارة خادم الحرمين الشريفين بدأت من الأسبوع الماضي وبتستمر تقريبا أسبوعين. أيضا خبر ثاني في صحيفة الرياض، نائب خادم الحرمين يرعى مؤتمر الطب الشرعي اليوم وتمرين وطن 47 الأربعاء، هذه صحيفة الرياض. طبعا راح نرجع لصحيفة الرياض مرة ثانية. صحيفة الجزيرة طبعا في خبر في الصفحة الأخيرة في صحيفة الجزيرة، وزارة الثقافة والإعلام تعلن أسماء الفائزين بجائزتها للكتاب. طبعا وزارة الثقافة والإعلام تقدم يعني فكر جديد يعني في الفترة الأخيرة، وجائزة وزارة الثقافة والإعلام تعتبر من الجوائز الرائدة في هذا المجال. طبعا راح يكون معنا خبر مواصلة زيارة خادم الحرمين الشريفين، طبعا في عنوان رئيسي زيارة خادم الحرمين الشريفين جسدت علاقات الأخوة والصداقة. طبعا هذا في بيان مشترك في ختام زيارة الملك إلى سلطنة بروناي دار السلام. طبعا خادم الحرمين الشريفين ولله الحمد زياراته ناجحة، وإن شاء الله أنها تعم على الإسلام والمسلمين إن شاء الله في الأمن والأمان بإذن الله. طبعا في صحيفة عكاظ احنا ودنا نعطي مساحة كبيرة للصحف، طبعا ايضا الخبر الرئيسي في صحيفة عكاظ اليوم خادم الحرمين الشريفين محادثات معمقة في بروناي. طبعا ايضا في خبر اخر، طبعا اعضاء شورى واقتصاديون الاتفاقات الآسيوية تدعم رؤية 2030. طبعا هدف زيارة خادم الحرمين الشريفين منذ أن استلم الحكم أطال الله في عمره، وهي مواصلة الزيارات للدول الصديقة والدول الإسلامية على وجه الخصوص لتعزيز دور المملكة الكبير على مستوى العالم. المملكة ولله الحمد تحظى بثقل كبير جدا على مستوى العالم، سواء من ناحية الاقتصادية أو من ناحية الإسلامية. وما في شك زيارة خادم الحرمين الشريفين دائم كله يبحث عن السلام ومصلحة الأمة الإسلامية. طبعا فيه عنوان ثاني أيضا في صحيفة عكاظ، تعزيز التعاون سياسيا عسكريا وأمنيا بين السعودية وبروناي. أيضا عنوان آخر، جولة الملك سلمان مواجهة حاسمة للإرهاب ونصرة قضايا الأمة. طبعا هاجس الدولة يعني منذ فترة طويلة جدا، وهي محاربة الإرهاب، هذا التنظيم البغيض الذي لا يهدف إلا لذل الدين. يعني الدين يعني لو كانوا يعني يهدفون لعزة الدين ما اتجهوا لعن هالأمور. يعني احنا في بلاد الحرمين يفترض إن شاء الله أنها تكون آمنة مستقرة على بشكل دائم. أيضا خبر آخر في صحيفة عكاظ، ملتقى مكة الثقافي وحد الأعمال الثقافية ل 61 جهة. طبعا أمير مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يثني على أداء الجهات المشاركة في كيف نكون قدوة. طبعا في الصفحة الأخيرة في صحيفة عكاظ، طبعا الأحساء عربات غولف لنقل الجنائز. في أمر غير مألوف، أطلقت جمعية البر بالأحساء أخيرا مشروع عربات المقابر التطوعي باستخدام عربات غولف كهربائية لنقل الجنائز من المصلى إلى مواقع الدفن في المقابر. الله يجزاهم خير، يعني مثل هالبادرة تعتبر بادرة مميزة. طب خلينا بس هنا قبل ما خلينا بس أكمل هذه عشان أرجع جولة مرة ثانية. ما وجد خش في الرياضة لأن أعطيك كم خبر هنا. شوف، نائب خادم الحرمين الشريفين يوجب تكريم أحد المواطنين. شوف التكريم عليش، صدرت توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز حفظه الله بتكريم احد المواطنين لمساهمته في احباط محاوله تهريب 1,705,000 قرص انفيتامين، تقدير من سموه لحس الامني واستشاره لمسؤوليته الامنيه ومبادرته ببلاغ الجهات الامنيه. تخيلوا 1,705,000، يعني يقول 2,000,000 حبه انفيتامين
نعم. يعني تم تكريمه من صاحب اسمه الملك الامين محمد بن نايف. ها؟ على اي منافذ؟ ما ادري على اي منافذ، لا شكله مو منفذ ذا، شكل الخبر انه بلغ. شكله شك في حاله. على فكرة فزاع انت تقرا جريدة امس صح؟ مو امس، حقت قبل امس بعد. اللي ما شفته. لكن خبر زي هذا فعلا يجب الاهتمام. خبر المواطن رجل الامن الاول. هو لو كل واحد استشعار لو كل واحد عنده حس امني اكيد ترى والله ما نحتاج مركز شرطة ولا نحتاج مرور، نحتاج بس حس امني بسيط، بس مسؤولية بعد. النظرة الأمنية تحمي البلاد إن شاء الله من كل عابث. عندك ولا عندي؟ لا عندك. عندي؟ طيب، شاحن أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة جنوب الرياض، أصيب 6 أفراد من عائلة واحدة بإصابات متفرق مسامس إثر اصطدام مركبتهم بشاحنة على طريق اليعقوب في حي العزيزية جنوب الرياض. الحمد لله أنها إصابات متفرقة. الحمد لله. الحوادث يا جماعة الخير الآن نتكلم عن الحوادث اللي في المدن تصير، اتوقع والله اعلم 90% من سبب الجوال. ما في شك 90% من الجوال. نعم. من فيكم يحط جواله في جيبه اذا ساق السياره؟ بصراحه ما في، مستحيل احد يقول لك. انا من يوم اني كلنا الله يستر ان الجوال في اليد والله يستر، يعني ما في انسان بيقول انا مثالي انا جوالي ما طلع لي ناصر، مستحيل صدقني. كل والله شخص والله مجاهد للنفس صراحه ان نقول بس. لكن يا اخي شوف، مو مشكله انك تناظر لك شيء، لكن خليك مركز مع سيارتك. بعضهم لا فتح الجوال نسى انه يسوق سياره وخلاص. اذا منك فتحت الجوال مع التركيز لا تفتح على الجوال هذا طلب. والله يستر. انا توي ما توقع لك صبات، شفت الصبات اللي بين يسار تروح فيها سليل ف انت تهاوشنا من الصبح تهاوشنا الله يجزاك خير. حطوا يعني يا ابو فزع خانقك والله، خانقك طول الطريق وانا خانقك. هو نزل جوالك نزل، بس خليه يقرا هلا. طيب خليه يقرا جوالك اللي سد. ها شوف راعي لو احتسوا عليه بالله. الحين انت ابو فزع احتسوا عليه ابو فزع، فتحت مجال انت للجوال. وسليم يقول انا هاوشهم. لا يقول هاوشوني المشكلة. لا يقول هاوشهم هو اللي يسوق. من يوم طلعنا من الفندق لين وصلناك هو ما نزل الجوال. وهذا بريك معه قدام يا ولد انت بلا الخط يا ولد. هاي رسائل مهمه يا ولد. اسمع اسمع ابو فزاع ولا يهونون الشباب. انا طال عمرك مره جاي من مكه على الطائف مع الهدف، وطبعا تعرفون كل الجروبات هذه بكل جوال ما فيها مبيع، وراسل الجروب حقنا حق اخواني وعيال عمي ويعرفون اني جاي من مكه. قال واحد من اخواني انتبه السياره واترك الجوال. والله لازم علي انا. قلت لا ما عليك منتبه يعني. قال ابن حان انتبه للجوال، انتبه للسيارة واترك الجوال. والله تركت كلامه، والله ما طلعت ما رفعت راسي الا في الصبات يمين. الصبات حقت حق الكر حق العدل. الله يستر. وينفق الكفر، اراد الله سبحانه وتعالى انه ما جاء عندي الا بس الكفر ضرب على طول. الحمد لله. اي والله اقعد وافك الكفر واركب. طيب لو اني حاط جوالي في جيبي كان ان شاء الله وصلت. لبق والله العظيم يا اخي بعض الجوالات. انا قاعد اقول سليل اقول له يعني فكر من الجوال لا تمسك الجوال. يقول لك طول عمر في دراسه على اللي يشوف الجوال انك طول عمر ابد عندك يعني مغطي عيونك كذا ثاني وتفتح. صح اوكي. نفس الجوال انك تدنق وبعدين ترفع. الحين لو تجرب انت اللون وتفتح يعني عندك ابد عندك عمى عدم يعني كذا. ها نفس الجوال اذا نزلت ورفعت ثاني يا رجل مطلع مره ثانيه بالذات في الرياض. والله انه مشكله الرياض مشكلة. زحمه السيارات كذا رفعت للجوال بالضبط كانك غمضت عينك. نعم نفس طبعا. نفسها هي بالضبط نفسها. انت لو تقول كذا انت كانك غمضت عينك لانك انح بالعكس ان تغميضك العينك اهون من الجوال، لانك تغميضك العينك ما في شيء يشغلك. ممكن انك تفتح، لكن الجوال بشغل. احيانا تنتظر الرابط ما فتح تقول بشوف ولا محادثه طقطقه في الواتساب. بعض الناس يجي طقطقه وقاعد يسوق يقوم واحد يرد عليه يقوم يكتب هو بيرد. يعني يقوم يضطر يحط فخذه يثبت به الدركسون. طيب يرفع فخذه عشان يثبت الدركسون. شكلك خبره. والله كله الله. اشوف الله يعني الوالده تقول وانا امك وراك شعب وراك امك وراك عيالك وراك اهلك وراك ناس. انتبه والله الكلمه ذي ترن في راسي لكن الله يغفر. الله يستر. الله يستر. الله كلنا وكلكم الله وراكم. المفروض الواحد والله كلنا هلا. ولكن الحلول في يعني من الحلول انا جربتها الواتساب الغي النغمه واخفيها عن الشاشه. صحيح. يعني تبي تقرا رساله واتساب تدخل التطبيق نفسه
بلاش يجيك طربن طربن، هذا اللي يجيك على طول لا مزعجة، قفلها مو مزعجة، هذه تخليك دائما تلف مزعجة على طول تلف الجوال فعلا، هو تجبرك انك ما تفتح، ما تفتح، تدخل بالرمز وبعدين بعد الرمز تفتح تدخل الواتس وكذا، فهذه الشغلانة فعلا تترك تقول خلاص ما نفعت. بعضهم حتى على التغريدات التنبيهات، يعني التغريدة اذا جات يجي له تنبيه مثل تنبيه الواتساب طق كذا تجي رسالة نغمة. اتوقع انه صار الحين في غرامة على من المرور الظاهر استعمال الجوال اثناء القيادة، خل غرامة المرور لو انها مليون ريال، بس انها بس انها يعني صحتك تخفف شوي من ال لا وقت عمرك ولا صحتك ارتفاع وتيرة الجوال. واحيانا بعض الانظمة مطلوب يعني مثل ما قال فواز على الاقل تكون رادع لفئة معينة، بعض الانظمة والله رادع لك الحنة لا لا فك نفسك فك الناس اللي تعدمهم سبب الجوال يعني والله فيه فيه تنبيهات وينصحون وحاطين غرامة الظاهر 1000 ريال على استخدام الجوال اثناء القيادة وحاطين، لكن انه ويا اخي احنا ناس فاهمين وناس عقال ونعرف ان الشيء هذا خطا، بس برضه يا اخوي سبحان الله العظيم هذا غزو مو طبيعي، مرض لازم ان نشوفه. ليش غزو؟ ما ادري يا اخي ما بغزو. طيب يا اخي لازم والله يا اخوي احنا شوف دائما نأمر دائما نتكلم نظريه المؤامره، يا حبيبي استخدم الشيء صح، والله لو بغزو ولا شيء احنا اعطينا هذا ترى استخدمنا استخدام سيء ترفيه، ذا اصلا ما هو بشيء اساسي جوال بس يا اخي فيه. طيب بس الان في محادثه بينك وبين شخص مضطر انك ترد على الشخص هذا وما تقدر تقول وان فينا شلون مضطر ابو مطلق يا اخي لازم ترد عليه هلا والله خلاص والله انك لازم ترد عليه طيب ما ما يحتاج صفط لبق قال لي لبق على جنب لبق دقيقه واحده على فكره صفط بالعامي شوف لب هو بلحالي كان شوف الخط فاضي لحظه يا ابو مشاري انا مو بنا الحالي اللي بلبق اذا كان كل من استخدم الجوال بيلبق شفت الناس كانهم على خلهم برا ما يستخدمون الجوال ومو بس برا احنا اللي جينا نقول مثلا اوروبا ولا ايه؟ شرق اسيا دنوسيا والدول ذي ترى الناس تحافظ على ترى شرق اسيا نظاميا اكثر من انا بس اخلص من الجوله ونبدا نرجع تفضل طال عمرك احنا مشتاقين لك ويلا تفضل طبعا رياضيا اليوم راح تقام مباراه الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكره السعوديه طبعا في صحيفه الرياضيه الكلاسيكو خطوه حاسمه نحو اللقب الاتحاد يبحث عن الفوز الرابع على التوالي والهلال يستند إلى لغة الأرقام طبعا مباراة اليوم تعتبر مفصلية في الدوري السعودي فوز الهلال سيقرب من اللقب فوز الاتحاد أيضا سيعيد المنافسة من جديد حاطين النقاط لكل فريق شلون؟ محطوط النقاط عندك كم الهلال الآن وكم الاتحاد تصدر يهمك الموضوع هذا؟ لا يهم المشاهدين يعرف المشاهدين أن الهلال لأنا ماني برايكم نعم طال عمرك أنا أوضح لك مكتوبة هنا طال عمرك مكتوبة هنا طال عمرك الهلال الهلال فرق 6 نقاط عن الفرق اللي بعده شوف مكتوب الهلال فرق 6 نقاط عن ولو فاز اليوم طلع فرق 8 نقاط عن الفرق اللي تليه ما شاء الله صرت تشوف الحين ايه الحين غانم صرت تشوف اوضح الارقام قريتها من بعيد ما شاء الله عليك 8 ولا 9 لا بس طاحت نقطه هو يشوف اذا فاز اليوم 9 فرق انا بس ابي ابين ميولها الرياضيه التوفيق للفرق السعوديه الحمد لله نعم أكيد من الدور السعودي ما بأخذ الفريق السعودي يعني أبو فزاع أبو فزاع أسلم أنا به مية الميول الرياضية عشان كذا سألت لا لا غانم ما يحب الكرة واجد لا إحنا والله شوف إحنا بالنسبة للموضوع هذا إحنا قدمناه اليوم في الجولة الصحفية لأنه يعني مباراة قوية مباراة كبيرة جماهيرية صح حديث تقريبا أغلب الشباب اليوم يعني بعيدا عن مليون إحنا نقدم اللي عندنا ونتمنى التوفيق إن شاء الله بيض وجهك يا أبو رياض على الجولة الصحفية الجميلة احداث معينه يعني في الملعب يعني نحاول ننقلها مثلا للمشاهدين مثل التزام الهدوء مثل الدخول مع البوابات باحترام مثل عدم رفع شعارات معينه يعني بعض الشعارات شوي ما هي بذاك الزود يعني هذا موضوع يرجع كله الى التعصب انت ما تشجع كوره صح تكلمنا فيه لا انا مشجع قديم يا اخي سبحان الله نعرف الواحد اذا فريق مهزوم ولا فريق لا انا بالعكس فريقي فريق بطولات لكني الله. قديم عن الكوره بطلع. ما عادة تستهويني يعني ذاك لا شوف بالنسبه لللافتات والشعارات ترى الهيئه العامه للرياضه امانه في الفتره الاخيره تعمل عمل كبير جدا على منع جميع الشعارات التي تؤجج العصبيه صح او التعصب الرياضي بشكل كبير وحتى ترى خلينا نكون واقعيين ترى الجمهور الرياضي والشباب ترى فيهم خير والان صاروا فاهمين ويعرفون ان بعض الامور اصلا ما لها لو نرجع ترى القديم او المباريات القديمه ترى فيها شعارات كانت قويه بس ما كانت اساءه ما كانت تسيء على فكره كانت تمجيد لفريقه دون الانتقاص من الاخرين فهيئه الرياضه ترى تمنع منعا باتا الان وجود اي اعلام او اي شيء مسيء للفريق الاخر ايا كان حتى لو كانت مباراه خارجيه
الحمد لله زين. طيب بعض شو اسمه تقليعات الشباب يعني ايش رايكم فيها؟ والله شوف التقليعات موجودة للأسف، ترى في بعض الشباب يحاول يقلد ناس يعني ما هم قدوة. قصدك يعني من مشجعين الغرب مثلا؟ لا مشجع الغرب ومشجعين داخليين، ترى حتى عندنا ناس يعني مسألة القزع، مسألة قصات الشعر، مسألة بعض اللبس يعني ما هي طيبة. ايش رايك بري؟ والله شوف من ناحية اللاعب الآن، وهذه من منبر يعني بداية نتكلم فيه وإن شاء الله اللي يشاهدنا، اللاعب الآن صار مشاهد ممكن من أكثر من 60% من الشباب زين. اللاعب الآن صار قدوة صحيح، فيعني ضبط أمورك عشان الناس اللي يشوفونه كلها. احنا ما احنا يعني في مسألة تقليد قوية جدا من الأطفال لبعض المشاهير، يعني احنا قبل كنا ممكن كلنا احنا، واتوقع ان كل شخص صغير عنده تاثر بشخص معين فيقلده بكل حركاته وبكل سكناته وبكل يعني متجي الان مصيبه تلقى لك طفل صغير. انا اذكر اني صعقت قبل فتره لقيت طفل صغير راسم على يده قلم اخضر مشخمط وكذا ومشخط ابو هادف، الرجل جالس الطفل وهذا كان تم جالس يقلد مساله الوشم. ايه يعني وين والده مثلا مثلا يعني عن الحديث لعن الله الواشمه والمستوي. ابو هادف الوال. ابو هادف فصدقت في حاجه لفت انتباهي اليوم الصباح من الرجال هذا سم، في شيء لفت انتباهي اليوم الصباح جميل مشاري. اي والله كل خير ان شاء الله. قال له شيء له يا اخي تفتح النفس ودنا نسمعها. تكفى الله تكفى يا سلام لا تحرمنا. انا بالتعصب الرياضي يعني. لا 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 ما انا بالتعصب الرياضي فكرة لا هو بس استطراق بسيط يعني الموضوع يعني ايه؟ ما هو موضوعنا اليوم. لا لا ايه نبي الاشياء اللي اليوم الصباح في سناب. لا ما زود بس هي قصيدة ل سمو الامير عبد العزيز بن سعود السامر. تعطيني يا الود ولا تاخذه مني، يبلغ قلبي المقفي تحياته. اليوم يا صاحبي رد الخبر عني، ما يرخص الغالي إلا كثر غلطاته. جرت علي الليالي وخلفت ظني، والحب ما عوض المجبور ما فاته. يلي برمح الغلا تسطي وتطعني، وانا معك خافقي محبوس غاياته. تب الحقيقة عظيم الشوق موهني، اليوم سوات حسن الحب سياته. تعطيني الود ولا تاخذه مني، يبلغ قلبي المقفي تحياته. سلامتك صح لسانك صح لسانك صوتك الله يعطيك العافية. البارح يا جماعة الخير في بالي شغلة قلت خلني أسأل الشباب عنها. من أول كنا في بيوتنا، لو أنه كنا في الديرة ولا كنا في بيوتنا البسيطة، كان فيه صيدلية موجودة في البيت. أتذكر الله يا جنب المطبخ يا جنب المغسلة صيدلية صغيرة فيها إسعافات أولية. إيه إسعافات، لا فيها حتى إسعافات أولية صغيرة. ما ادري بعضهم يقولون مكرك من اول كان يقول التنتريون. ايه من جيل ما في التنتريون. انا كنت في اسعافات المدرسه يا ابو انا كنت فيها نعم. وكان في شيء التنتريون والشاش والمقص استانس اذا طاح احد الطلاب عشان احط عليه تنتريون. كفا
فما اقول لك كانت موجوده في البيت التنتريون ذا ولا الميكروكوم او المطهر ديتول اي شغله ثانيه موجوده الدوم موجود وش اسمه هو شو اللي تقول قبل شيء التنتريون هذا الاحمر اللي حط على الجرح احنا نسميه تنتريون شطرطون لا بالله ما تعرف التنتريون احنا نسميه لا احنا نسميه تنتريون تنتريون وانت من برايك نفس التنتريون تنتريون يا اخي كلك على الجرح نسميها اي دي اللي لونه ايش عندك يا اسمها اي دي علمي لا والله صحيح والله صحيح هو عادي يقولون له شو ايوه اي دي اي دي اي دي اي دي بالانجليزي بالانجليزي هذا اي دي امشي المفقه لا من جد الاحمر المطهر اي دي الجرح المطهر الاحمر صل على النبي صل على النبي اللهم صل وسلم ها ابو شلون الاحمر اللي حط على الركبه لما انجرحت انا ما تنجح على ركبتي غير ما ينجح لين يتقدم طيب ايش يسمونه اي دي لا والله من جد والله صحيح اسم حديث اقول من الاي دي بس اسم حديث وش حديث, حديث ولا حديث حديث وش التنتريون طيب الاي دي اسم حديث تنتريون علمي انا كلامي مو علمي هو مكركون بس يسمونه تنتريون لكم اسمكم ولا اسمنا بالله اي دي اي دين اي دين ايه؟ لا صح دام اي دين يقول اي دي ولا لا اي دين اي دين عرفت انت والله خلاص اي دين الاحمر هذا تحط على قطنه وتسوي كذا اي هذا هو اي هذا كازين ودايم طيب الان مع التقدم ومع 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 صارت الصيدليه ما هي موجوده صحيح واذا كانت موجوده صار فيها عدان أسنان ولا أذاني ولا صار المستخدم استخدام غير استخدامها وفي حالات يا جماعة الخير إعاقات وفيات صارت في البيوت بسبب أن الأم لا عندها إسعافات أولية ولا الأخوان ولا الأخوات ولا بالذات الشرقات وبالذات إحنا نقولها برجون شو تسمون أنتم الصغيرة ذي الحاجات برجون احنا نقول اي خرز برجون برجون خرز خي شيء اللي يدخل في الحلق ذا الاطفال بعض اي خرزه يعني قرش لا خرز خفيف يسمونه تيلا قرش هلا او اي شيء اي شيء يدخل في الحلق طيب وش الحاجه اللي في الاسعافات الاوليه تطلع الحاجه هذه الاسعافات الاوليه مو بشنطه الاسعافات الاوليه اللي هي طعمك اللي هي على قولهم انقاذ اللي هي لا هي معناها ابو فزاع اللي فهمت من كلامك ان المفروض انه يكون عندك على الاقل حتى لو كان مثلا خبرات لا في الثلاجه شراب حراره مثلا يكون مثلا عندك فيفادول يكون عندك مثلا يعني الحاجات اللي دائما تحتاجها ايضا المحاليل هذه حقه الاطفال يكون عندك شيء مؤقت على الاقل شروب الحراره يكفي الحراره توصل المستشفى خافض الحراره لازم يكون جديد لازم طبعا. يكون جديد ولازم يكون اغلب البيوت المفروض ان يكون ترى قيمه 6 ريال ترى قيمه 6 ريال يعني حلو يكون في البيت وسن معين لا اقول لك يعني ابو فزاع يجي ضروره احيانا اخر الليل اللي صار ما في احد ترى التقصير ترى اول من الربع تذكرون المدارس اول كانوا يعلمون على الموضوع هذا كانوا شبه يدرسون عليه الاسعافات الاوليه ان كنا في مدرسه في هجره يعني حتى ما كانت يعني مدينه ولا زين والله العظيم ان الاسعافات ان فهمناها اكثر من الدروس حاطين عندنا في المدرسه صندوق اسعافات اوليه ومكونين عليه مجموعه 5 اشخاص هذول في الفصول من كل فصل واحد اذا اصيب شخص يا ابو مطلق في بيتك في اسعافات اوليه انت لا ما في هذا المشكله خلنا المدارس هذا اللي المقصود هو المقصود انت بيتك انت ليش ما يكون يا اخي ترى ما عندنا توعيه بالشيء ده عندنا اهمال شوي وما بي ولا في توعيه معليش انا رايي ولا اقطع كلامك لانه الحين الصيدليات صارت بقاله صيدليه بوفيه بقاله صيدليه توفرت الصيدليات الان يعني الشارع ما شاء الله تحصل فيه 7-8 حتى صيدليه فانا اول ما احتاج حاجه طول عمر وخدمات التوصيل الحين يعني توصلوا العلاج توصيل للصيدليه عندنا في دباب صغير الصيدليه للصيدلية والبقالة والمطعم والغاز يعني تدق عليه تكح على طول يجيب لك علاج كح لا تقول روح للصيدلية وتكلم الصيدلي لا 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 أنا أقولك إذا حاجة عادية يعني زي الكحة مثلا أو السخنة عارف أنا أكلم الصيدلي وقول أنا عندي طبعا أنا أتكلم عن نفسي بحكم أني أنا شغال بالصحة ما شاء الله صحي طيب هل من الصح أنك تروح للصيدلي يا منك شغال في الصحه لا لا الصيدلي وتقول له انا مثلا تعبان او عندي المشكله الفلانيه المفروض انك تروح دكتور ما تروح الصيدلي على شوف بقول لك حاجه فيه عشان تواصل كلامك بصب الفنجان مليان لاجل المخرج يقول له تتحرك كثير هذه مثل صبه رمضان هذه المخرج كله بركه يا ابو فزاع الله يعطيك العافيه سم طعمك
تراكم لا تخرجوا عن موضوعنا. ليش ما في اسعافات؟ ليش ما في صيدليه؟ وليش ما في دورات اسعافات اوليه؟ عليها حاجه يا ابو فزاع. وش طفايه الحريق ليش ما تكون؟ موضوع ثاني. موضوع ثاني والله. موضوع ثاني اسعافات يا ابو فزاع. اسعافات اوليه الشباب. الاسعافات الاوليه من اهم الاشياء في البيت، من اهمها والاهم عندك في البيت. ليش؟ اللي هي عيالك وزوجتك. زين طبعا. استخدام الزوج احيانا في المطبخ قد يعني يصاب اصبعها ولا شيء بقطع سكين ولا شيء. الاسعافات هذه ما هي يقول لك والله جيب الصيدليه كامله حطها عندك. احيانا يكون الصندوق صغير جنب مغسله او شيء او رف موجود فيه تنتريون على قولته. ما عاد في تنتريون ترى، ممنوع الان. اقول لك يعني ما عاد موجود ترى. ما في المطهرات. اللصق هذا حق الجروح. زي ما قلت انت سعدون قبل شوي، أنا علاجات الحرارة هذه لها وقت تنتهي طبعا، لازم تجدد كل الأشياء الأولية. إسعافات إيش؟ أولية هي. أما شيء يستحق استشارة الطبيب، لا يا أخي روح المستشفى. حتى الصيدلي لا تروح لتقول لك كذا كذا. يمكن أنا يعني أروح للصيدلي وأقول لك كذا، لكن هو شيء غير صحيح صراحة. صح. يا أهل الصحة في رقم أظنه 973 صح؟ أهل الصحة في رقم كم؟ 973 تدق عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المواطن فلان والمواطنه فلانه اعاني من كذا كذا كذا. هم يقول لك يوصف لك الدول الفلاني او يقول لك راجع اقرب مركز. عندكم خبر عن المعلومه دي؟ ما شاء الله والله. هذا 973 بس ترى بالغالب ما يوصف لك الحاله. انا اقرب مركز هو يرشدك يا ام ان شاف الحاله تستلزم ووجهك على الدكتور يرد عليك. هي استشاريين واخصائيين. خاف يرد علي من وزاره الصحه ابو هليل. لا لا من جد والله ابو هليل كفو. يستاهل والله. انا اعطيك رقم جوالي وتدق علي بوقت تبي. ابو هليل انت في الصحه؟ اي والله. خدمات مجتمعيه ولا خدمات طبيه ولا والله خدمات مجتمعيه وطبيه وكل شيء. يعني الخبره طبعا تخليك تفهم بعض الشغلات. هذا الخبره يعني. لا 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 انا لا لا انا انا تخصصي علم اجتماع وخدمه اجتماعيه. حلو. فهذه الدراسه طبعا. اما الامور الثانيه لا خبره والله بالصحه. يعني الخبره صار دكتور الحين. الحين يعني اذا شكلك تبي لك خبره. هو قصده ممارس. ايه بيلك ايدين انت. قصده ابو فزاع انه من كثر وجوده في المستشفى واحتكاكه في الدكاتره انه عنده خلفيه. وعلى فكره ترى ما هو يقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب. يعني هذا مثل مع كامل احترام للدكاتره، بس الحين لما يكون عندك خبره تكون نفس الدكتور. ترى مثال على كلامك ابو فزاع، قبل فتره كنا عند واحد من الشباب كان عنده واحد انكب عليه مويه حار. مويه ولا قهوه؟ قهوه. منو علم باسمه؟ واحد من الشباب ما هو من الشيباء. اي اشوف. فمن ضمن الامور اللي سبحان الله كانت موجوده عنده، كان عنده معجون اسنان. معجون الاسنان ممتاز للحرق في البدايه. الحرق ايه؟ او العسل. فاخذنا المعجون وحطينا عليه. جميل. بس ما كلمنا ما تاكدنا. ابشرك انه طار. الحمد لله. فهذا يعتبر صدق من وسائل وسائل السلامة الطبية. ترى معجون الأسنان طبيا خطأ. في عصار اسمه مليبو. هذا مشهور. مليبو أو ميبو لون نفس العصار أسود. هذا الحروق والخراريج اللي تجي كذا أحيانا هذا ممتاز. أصلا حقنا الإسعافات الأولية المدربين ما ينصحون بالمعجون الأسنان خطأ. معجون الطماط بعضهم يحط معجون طماط بعد خطأ. ما يخرب الجلد. يتفاعل ترى مع الجلد تفاعل. يخرب الجلد. أنا أتكلم كتجربة شخصية. مع كامل احترام وتقدير للأطباء. إنه يبرد بس إنه بارد. إحنا جربنا يعني بس. مثل العسل معجون الأسنان ممتاز جدا للحرق. عندي مداخلة. أفضل خلني أقول لك. سمح لي أبو فزاع. روح. أفضل من. علي المجلس مجلسك حبيبي. حبيبي. ترى خذ راحتك. الله يبارك. ترى أفضل أغلب الناس. يعتقد انه بحكم انه حار وكذا يصب عليه ماء بارد، وهذه كارثه تراها. اكبر كارثه الحرق. لا تحط عليه شيء بارد ابد. يمكن لو تركته على ما هو عليه افضل. العسل بعد الله سبحانه وتعالى اللي مربوط هنا فيه شفاء للناس، وهذا الكلام مذكور ايش؟ في القران الكريم. انا لي تجربه في الامر هذا، تجربه مني انا شخصيا، ما هو يعني اني طب بديل او شيء او معالج او شيء، لا ماني معالج. لكن انا كان عندي داء الربو. ها؟ داء الربو. الله معروف مرض كل داء الربو.
رسمي من رسمي اليوم مره مره رسمي داء الربو امور طيبه ابو علي ولا ربو ربو داء الربو فجعتنا كذا يعني ما تبغى اقول داء زيك يا ابو طيب ما يمشي لو قلت داء يمكن هذا الربو هذا يا طويل العمر ما دام انكم تبغونها بس تفيد منك ان شاء الله ابو علي بس تفيد منك لان انا عندي الربو واستخدم الفنتلين الواقع اسمع طال عمرك واستفيد ولا يهمك ابو علي ان شاء الله انه وايد ورا بعض سم الله يسعدك هذا طال عمرك الربو كنت تعاني منه معانا والله يا جماعة الخير يمكن أكون أروح في اليوم مرتين المستشفى أخذ إيش؟ أكسجين الأكسجين نعم ويوم أنا يعني كنت في نجران حقيقة أذكر المناطق ونذكر الرجل اللي فركبت لي مع رجال شروه من أهرج شروه طيب رجال وصوت الربو اللي يعرفه واللي عنده حالة في البيت طبعا واضح واضح لخر رجال الصوت ز ز ز ز وزيز ز ز تقول الوز تعرفون الوز طير الوز؟ ايه واضح نعم كوبي المهم قال لي ايش فيك يا ولدي؟ الرجل كبير في السن قلت والله انا عندي الربو عندي الربو هذا متعبني مره حلو قال لي طيب انا بوصف لك علاج وان شاء الله انك تشافى منه قلت ما في مشكله قال بجي عند يبغى لك عسل حر عسل اصلي حلو عسل ايش؟ اصلي في نوع معين ولا اي عسل العسل الحر الحر بعض العسل على سكر او شيء اي شيء سدره سمره لا اي شيء بس انه يكون ايش أصل ما حدد الرجل حقيقه هو اللي جاب لي العسل المهم قلت له قال لي حبه سوداء قلت طيب الحبه السوداء ايش قال شفت فنجان القهوه فنجان القهوه اللي هو هذا فنجان القهوه ايه تحط نص الفنجان وتطحنه الحبه السوداء الحبه السوداء طيب وتحطها على الكيلو عسل هذه وتخلطها مع بعض عد مره ثانيه بالله تكفى ابشر بس عاد لا الوصفه لا عشان أبشر. يمكن بعد راحت على حد يقول ما راحت على حد الرجال هذا قاعد تجربه شخصيه ما يعطي علاج اي انا ما اعطي علاج تجربه شخصيه ما يبي علاج تجربه شخصيه والخير بين الناس واذا ما نفعك ما ضرك بعد لا يقول لك طال عمرك كيلو عسل يعلمني الرجال هذا قال خذ لك كيلو عسل يا ولدي وحط عليه نص الفنجان القهوه حبه سوداء اطحنه وحطه مع العسل واخلطه مع بعض واخذ كل يوم ملعقه على الريق لمده 40 يوم ولا شوف ممكن تستخدم 10 ايام او 15 يوم او 20 يوم وتحس بالفرق وتحس صدرك ما شاء الله افضل لا توقف ايوه اي يقول من شروط العلاج باذن الله انك ما توقف أيه؟ تستخدمه الين تخلص الأربعين يوم والله بالفعل رجعت الرجل شاني من عند البيت بدر زين الخير موجود في النص شاني من عند البيت يوم رجعت انا العصر الله جاب لي العسل قال انا دريت انك ما بتعرف في المنطقه ما بتعرف احد يبيع وجبت لك انا العسل جزاه الله خير روح لاي عطار وخذ لك الحبه السوداء يا ولدي وخذ تراك ان شاء الله بتدعي لي قلت على الله والله اني صرت يا جماعة الخير اخذ العسل معي واسافر اذا رحت لهلي او رحت لاي مكان وهو معي في الطيارة في مكان معي صرت استخدمه فعلا من يوم خلصت 15 يوم وانا حاسس يا ولد بالعافية بغيت اتركه ولان كلام الرجال يقول لي ايش لا كمل 40 يوم ما تخسران شيء وزين العسل واكمل 40 يوم نعم. الحمد لله الكلام ده تدرون متى يا جماعة الخير عام 1420 ما شاء الله تبارك الله اللهم لك الحمد والشكر والمنة لله سبحانه وتعالى والله العظيم ان من ذاك الوقت الى يومكم هذا ربو وما جاني ربو الحمد لله الوعكات الصحيه هذه الكحه وهذه اليوم تقول لازم تكمل 40 يوم ارجك على متمه سم. ترى حتى المضادات الحيويه الدكتور يكتب لك اسبوع يكتب لك 7 ايام لمده 7 ايام كورس مينيمم بعض الناس بعض الناس لا ياخذها 3-4 ايام اذا تعافى وقف ترى هذا اكبر خطا ترى حطه هناك لازم تكمل 7 ايام حتى لو تعافيت لان هو ممتاز اي لان سبحان الله يقول لك بعض الامراض ترجع يعني تتعافى منها وترجع في معلومه في معلومه وصلتني الان بقولها لكم ما ذي بس تعقيب على كلامك لان برضو المجالس بالامانات وحتى في نقل المعلومات صحيح بحسب الاطباء والخبراء في مجال الحروق لا تاثير لمعجون الاسنان على معالجه الحرق بل في بعض الحالات قد يكون السبب في التهاب الحروق وانتفاخها لمعجون الاسنان وايجابيته الوحيد بانه يساعد على جعل الحرق بارد فقط لهذا السبب ينصح الاطباء بتجنب وضع معجون الاسنان او اي ماده اخرى قد ينتج عنها التهاب الجرح او الحرق واستبدالها كلها بالماء البارد جدا كونه يخدر الوجع ويزيل الحرارة المرتفعة في منطقة الحرق بالإضافة إلى أن الماء لا تأثير له جانبي
سبحان الله. والناس سمعنا فزاع ابو فزاع انا ماني يعني دكتور ما ياثر الماء تقول خلني اقول الماء البارد اذا ما اذا على الكلام اذا ما عالج ما ابو فزاع ما ضر. انا ماني جالس افتي او اني اقول اني تجربة. انا دكتور انا اتكلم عن تجربه تجربه هذه نجحت معي وننقل معلومه الجلديات تختلف بالجلديات. وننقل معلومه معلومه طبيه انا قاعد انقل معلومه طبيه تختلف الجلديات. جايكم ضيف يا مرحبا رحبوا بالضيف ارحب يا ابو يا ابو فلان ما شاء الله مرحبا ارحب هنا احد يا ولد الله يحييك تفضل يا ولد تفضل ها السلام عليكم ارحب سلام وقف 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 يا مرحبا واهلين يا عز الاحباب الله الله اللي غيابه يجرح القلب لا غاب يجرح ما بس انا اليوم يمكنني ما استاهل التحيه ايه غيابنا يشرح وانت غيابك يشرح يا مرحبا البارح عندنا زواج يا كم يا ورع خلص يا ورع يا مرحبا حياك الله ارحب 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 مرحبا مرحبا يا ما عودتنا على الكافي انا احب راسك خشم يا مرحبا وش العلوم يا مرحبا يا مرحبا لا بالشمس ارحب يا لبيب مرحبا فاتك اليوم اليوم العيال صاروا دكاتره ما شاء الله تبارك الله كلهم يعطي علاج والدكتور ما تكلم استغلينا الفرصه يوجعك شيء يا مرحبا لا والله البارحه حضرت زواج برا الرياض لا تعبت يا حبيبي لا تعبت تعرف الزواج وجيت متاخر ما يعطيك هذا شش الحركات اي والله ما برجع يا مرحبا ولا قومني الا اتصالك دقيت عليك المره الاولى ما رديت ثم لقيت لك اتصال ثم دقيت عليك مره ثانيه ما رديت دقيت عليك ما رديت خلاص حطيت على الصمت عشان برنامج يا مرحبا يا مرحبا الله يبقيك يلا حياتك بس ابو فزاع ما قصر مسك مكانك الله يطول عمرك والله ما حد يمسك مكان امجد طيب كلكم تقدرون تمسكون مكان سم كلكم تقدرون تمسكون مكان يا مراجل اللي انتم تشوفونها طالع منكم العلوم الطيبه كلهم تعلمها منكم الله يطول عمرك لا في مالك طالع ما تعلى على حاجه الله يعزك حضرنا الطبيعه يا جماعه الخير يعني الانسان ابن البيئه موجود في طبيعته وحتى يقولون مثلا عسل تركيا ينفع للشخص اللي موجود في تركيا صح. اكثر من الشخص اللي موجود في السعوديه سبحان الله وعسل ايه وكل من لان الازهار من بلدك والمنتج من بلدك يفيدك في بلدك نفسها رحنا محميه رحنا محميه الطيور يلا خلصوا خلصوا الارساليات هذه اصب لكم شاي اي خله شويه شاي وصب اذا جهز صب والله نودنا بالشاي ابشر خضره طيبه فرحنا محميه الطيور مع فارق التشبيه ولكن المعنى واحد رحنا محمية الطيور وجينا عند رجال عنده طيور أول شيء قلنا تعطيها علاجات قال ما أعطيها لا علاجات ولا شيء بدون أي أدوية بدون أي مضادات حيوية بدون وش تعطيها قال أنا زارع أشجار سامة موجودة في الطبيعة وأشجار ثانية موجودة في الطبيعة ما هي بسامة الطير أنتم عاد عارفين معلومة طبية أن الفيروسات أو اللقاح حق الفيروسات هو عبارة عن الفيروس نفسه بس أنه خامل نعم أو خامد لأنه يكافح صح وحين يزرعون بكتيريا عشان البكتيريا تقاوم بكتيريا وتقتلها صحيح يعني حين يغرسون فيك جزء من المرض عشان يعالج المرض يقول الطيور تأكل من الشجر ذا السمي درجة معينة يقتل شيء فيها يعطيها زي المضاد الحيوي فهي بنفسها تعالج نفسها وبعد في سبب ثاني للطيور هذه أنها حية بدون أدوية انها موجوده في منطقه مزارع والهواء يتحرك سبحان الله فما تحتاج لاي دواء سبحان الله فاحيان من وحي الطبيعه مثلا اللي هو العسل طبعا القران احنا عندنا في دين الاسلامي القران هذا المشرع وهذا المرجع وهذا كلام الله سبحانه وتعالى اكد هالمعلومه وكثير من المعلومات الطبيه كثير من المعلومات الطبيه كان القران نعم مذكورة كانت سبب في اسلام بعض الناس ما كانوا مسلمين لانه كان طبيب وقالوا له تو يكون اكتشاف جديد قال يا حبيبي هذا موجود عند المسلمين قبل 1400 سنة ويوم رجع للقرآن وجد معلومات مثل المعجزة حقت اللبن والحليب اللبن والدم يخرجوا من يعطينا الآية عشان ما أغلط فيها يخرجوا من بطونها لا مو العسل آية اللبن والدم المعجزة لبن خالص لذة يخرج من بين دم وفرث نعم لبن خالص لذة للشاربين الآية الكريمة تقول أن اللبن ذا أو الحليب يخرج من بين الفرث والدم حلو سبحان الله سبحان الله صافي تخيل هذه معجزة هذه موجودة في القرآن من قبل 1400 سنة يا سلمك ربي بس شاهد الموضوع أن اللي يتكلم فيه بدر واللي يتكلم فيه
ابو ريان انه من الطبيعه زي العسل يا ابو علي. أيوة. العسل وهذه الامور. لي تعليق على وصفه بريك، ما فيها كلام صحيحه، ولكن هو اعطاها الدواء الناجع الشامل او الناجح. العسل من داوم عليه وخصوصا على الريق يعني، وسنابات امجد تؤكد هذا الامر يعني، ما شاء الله عليه كل صبح الايه يا ابو فزاع يقول قال تعالى: وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. والله الشوف ماس بطونها ولا بطونها النظرات بطونه الشاشخ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. جزاك الله خير. بالنسبة للعسل الربع، ترى حتى الكحة ترى علاج بنسبة كبيرة للكحة، الكحة بالذات المتواصلة. أنا جربت على نفسي والله العسل بنسبة كبيرة أن يوقف الكحة. العسل أنا جربته بارد يعني بالثلاجة، يعني بارد شوي يعني ما هو خارج الثلاجة، والله بدون مبالغة وقفت الكحة على طول. الأهل عندي تعبوا من الكحة، جاءهم كحة أعوذ بالله ما توقف وتهجم. ثم استخدمنا عسل واستخدمنا والله ما فكت إلا في المستشفى يعني. لان اخذت علاج من المستشفى هو لازم علاج. اعوذ بالله احيانا الكحه لا استلمت اعوذ بالله. ممكن برضه العسل يسبب شحطه زياده على فكره. شوف العسل انا اشبهه بمثل زمزم، هذه اشياء مباركه الله جعلها للانسان، بس شلون تستخدمه صح. العسل طرف رئيسي مع حاجه اخرى، لان زمزم من ثلاث جهات، من الكعبه ومن جبل ابو قبيس ومن ناحيه الصفا. توخر واحد ما صار زمزم، توخر اثنين ما صار زمزم، سبحان الله الثلاثة زمزم. العسل أول شيء لازم يكون من طبيعة أرضك وأرض أجدادك وأبائك، لا تروح تجيب من ألمانيا أو تركيا ما ينفعك. الله. كل شخص يبي العافية يرجع على طعام يبي العافية، لكن من تركيا يعتبر غذاء. يا سلام عليك. ومن البوسنة غذاء، ومن من ألمانيا غذاء، لكن الدواء اللي يقوم جسمك أنت الآن أمام شريط دي إن إيه داخل جسمك، فلازم مربوط حتى في أسلافك بالنسبة للعيشة أيضا. العسل طرف رئيسي محاجة أخرى، على سبيل المثال يوم قال مثلا ربو جيب العسل واخلط مثلا مع خلنا نقول فص ثوم، إذا أنا عالجت الشيء ذا مثلا عندي على سبيل الأمثلة طبعا مو من هذا العلاج. حبة سوداء مثلا شيء ثاني. إيه مثلا عندك طنين في الإذن مثلا خلنا نقول عسل والله واخلط معه كركم ولا قرنفل ولا ها بهذا الشكل، هو مادة رئيسية يخلط معها فرعي دواء للشلل. ترى حار لا بد انك تشرب مع شيء. في استخدام العسل في استخدام العسل يخلي العسل افود مما تتخيلون. وش تتوقعون؟ وهذا الناس كثير من الناس تجهله. وشو؟ ان العسل يذاب في الماء. اكيد. في بعض الروايات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان كان يذاب العسل في الماء. نعم في نص الكوب. اي يذاب. يشرب على الريق. لازم. ما هو الملعقة اللي هي الملعقة تكون في الماء. إيه لأن يتحلل السكر في الماء ويصير أخف وبعدين ينشرب يكون أفود أكثر من العسل نفسه. أبو فزاع أمجد خبير في العسل، وش والله عندي وش أبرز الفوائد؟ عندي وعند الفائدة اللي ذكرتوها إن العسل لازم يصير من المنطقة. أنا تواصلت مع صاحب عسل عامله من قديم ورجل موثوق فيه، يقول إن العسل ما ينفع إلا على الديرة اللي فيها مثلا. عسل على اليمن شفت لا لا بس ينفع على اليمن. سعد ما ادري هذا صحيح 100% ولا دور على الشباب ولا لا لا برضه. تركيا مثلا تركيا كل ديره فهذا القول اللي قاله هذا الصحيح. انت ما علمك اما العسل اللي بغيت ذوبه لا تاكل حر كذا. شلون؟ يعني تحطه في نص كوب وتذوبه وتشربه. هذا افود افود اسرع ذوب بالماء يعني. ايه في المويه في المويه في المويه نص كوب عسل ونص ملعقه وهذه اللي نشربها الشوربه ولا ملعقة الحلة تملاها. ها الحين توي الطاقة قبل تجيكم. طيب العسل ملعقة عسل وفي كاس ماء ولا كيف؟ تاخذ من العلبة حقت العسل. ايوه. ملعقة. طيب. وتصير عندك مويتك جاهزة في الكوب. طق الملعقة فيها وتحركها لين يذوب. بس الموية طيب المفاتر ولا عادي؟ الموية عادي هي. أظنها تكون دافية ترى. وليش قالوا الموية؟
أنا استخدمت العسل، يمكن الكثير يستخدمه. ترى العسل لو استخدمته ملعقة يوميا تراها حار على المعدة. هذا الناس يقول لي لا ما حار العسل الحر حار على المعدة. ما هو بالحر تسمح لي وش قصدك فيه؟ قصدك الأصلي الحر ترى غير والأصلي غير. الحر يوم تقول حر هذا العسل المجرى أول اللي لونه يعني له اسم ثاني. أيه قل العسل الأصل. العسل الأصلي. إيه قل العسل الأصلي. الحر هذا طول عمرك مسميات قيمته من ألف وفوق اللي يسمونه عسل مسميات حر. مسميات العسل الحار اللي يقول عليه حار وجعك في كبدك، ترى العسل ما هو حار، بارد على الكبد، لكن اللي أوجعه لقاله شيء، العسل لقاله شيء يعني لقاله وجع لقال شيء لازم ينزل الوجع ذا، استمريت يبي يروح الوجع ممكن لا يدخل الهموم ولا شيء تروح الحرورة تروح بعد لو دومت تستخدم العسل على طول. طبعا على فكرة أنا شوف احنا نتكلم احنا نتكلم عن العسل الآن، وكل يتكلم عن العسل بما يعتقد عن العسل أو بما قرأ عن العسل. لا ما أنت ما نعطي معلومات اللي هي لا تجربة، نتكلم عن تجربة، تتكلم عن تجربة تجربة طبية بعد من طبيب، النقل هذا كله من طبيب. نرجع لموضوع العسل اللي هو يفيدك أي أكثر شيء، خلي الفائدة الفرحة. اللي حنا جبت كبير سن جبت العسل سمرة ولا سدر ولا ينبسط وهو عارف أصلا الأرض جافة ولا فتلقى، ويوم يطعم طعمه يا الله يرتاح يعني. صح. قصدك عرفته، لكن يوم يجيب له عسل من ألمانيا ولا يجيب له عسل من برا والصورة قدامه كله زهر وكله صراحة عادي مرة يقول ما شاء الله زين. ليش؟ سبحان الله البيئة. لا أنا أقول لك شيبان الله يحفظهم يطول بعمارهم. اللهم امين. يوم تقول له عسل انت ترى رديته يمكن 30 خطوه ورا. خطوه ان الله رزق الارض بالمطر. يا الله. خطوه ان الله انبت الارض عقب المطر. خطوه ان الله اخضر الارض عقب جفاف. خطوه يشكرون ويحمدون ما هم مثلنا. عنده 30 خطوه ورا، احنا قصيره شبحتنا. فهو فرح. وفوق هذا كله هدي تنثمين الرسول. والله يشمون له ريحه الرسول عليه الصلاه والسلام. وش ولا يشمون له ليح العسل، يجي يشمه. بعضهم يعرف ان هذا اصلي ويعرف انه مخلوط باكثر من زهره، قال هذا مخلوط يعني ان سمره فيها شيء لحق شيء. العسل الاصلي ياخذ الكلام يطلع ريحه يعرك اذا عرقت. صحيح. تشم ريحه. هذا واحد طول عمرك عنده الشغل في الرياض، حلفت عليه يفطر عنده، واجيب له عسل السمره. كان موسم السمره، طبعا موسم السمره باقي عليه يمكن هالحين ما في في السوق حق السنه دي. صحيح. مره لان ما جت الزهره حقت السمره الى الان، الا ان كان محول. ايوه الى الان ما جت، يمكن تجي شهر 8 كذا موسم السمره. انا اذا جاء موسم السمره ذا على طول كلمت لي واحد قبل اسبوع يجهز له شغلنا عشان السمره. تجيبه من وين؟ فايز اصوات. من وين تجيبه؟ مالك بطول حاجه، الرجال افطر عندي وعند الشغل شيل وحط. فطرت العريكه وحطيت فيها ربع كيلو، العريكه ترى تاكل عسل واجد. تحط فيها حفره وانا احط فيها ربع كيلو سمره جديد. الرجال اكل طال عمرك يروح يشتغل. يقول والله ان ريحي عرقي انك كله يومين من عسلك. الرجال هذا اللي يقول ما شاء الله يطلع ريحه على طول في الانسان. هذا العسل اصلا الظاهر حتى لما تصبه شيء بعد فيه ريح. لا 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 طريقه إيه؟ نزول العسل. وبعدين بعدين بقول لك نقطه. الرجال اللي يقول يا ولد العسل ذا ما منه مره عني، اذا ما انت بالنحال ترى ما حد عارف ان العسل الا انت راعي النحل. بس ترى تجربه اخذ اذا انت ما انت براعي النحل وانت اللي تراعيه. اعطيك تجربه سهله. طيب خلنا اعلمك انا الحين بعد اعطيك من تجرباتي وناخذ اللي عندك. سم اما انسانك تجي جنب الخطوط تشوفون بعض النحالين جنب يعرفون يجي فيه قواطي طايحه يجي فيها وما يجنب عنها. يحطون نحلتين السطل ذا شفت الربع يحطون فيه نحلتين حركات انه ايش انه مره تقول قاطعين هذا حق ينشفه. والله اني رقيت في كل مكان في كل مكان في كل مكان في اليمين بالذات. بعلمك طبعا هي عماله اغلبها عماله. نعم نعم. يحط لك نحلتين حيه في نفس السطل يوم تفتح، بالذات الناس اللي ما يعرفوا الا العسل. ايه؟ يعني مثلا الان في نجد وفي المناطق ذي المناطق ذي ما هي ممكن حايل عندكم الطلحه وغيره إيه لكن هنا تقريبا ما يعرفون، وجده عندنا ما يعرفون. فاذا جاتوا عمرك يروحوا مصيفين ولا شيء تمشي عليهم والله نحلتين. نحلتين يحطها كذا انه توم ولا يحط لها شمع ولد ويرميها طعامك داخل السطل. موت
اقول انا ارقى المناحل بعيده وموثق عندي في فيديو ان شاء الله اوريك مين المناحل هذه اللي اروح لها فوق بريه يمكن اخذ ساعتين امشي وثلاث ساعات والله جبل ماشي فوق وموثقه عندي في فيديو نوع معين اللي فوق ذا فيه نحل هذا يجي بري ويجي العسل ما يعرف الا من صاحب النحل شوف الباحة والطائف من أكثر المناطق بحكم المنطقة هي اللي مشتهرة بالعسل خصوصا السمرة في محرج في الطائف مشهور معروف الطائف معروف يجي الرجال ذا يحطونها أسطول حق العسل طبعا اللي ما يعرف العسل اللي ما يعرف يعني السوق ترى السوق كبير والله لو يصبونها يسيل مثل السيل في السوق يجون الصبح بدري يفردون يجون يجوا إلى 4 كيلو 5 كيلو 10 كيلو موجود على طاولة صح الله هو المحرج حلو أصدق إن الأشتبة في نوع من الأنواع يجيك بكل احترام وتقدير يقول يسألك العسل ذا أنت عسلك ولا شاري بكل احترام إن قلت عسلي قال أنت داري أنا ولا لا إن قلت لي داري قال يا ولد أنا ترى يستحمك جنب ما بيحرج عليه ما بحرج ما أحرج قدام الناس لأنه ما يحرج إلا على شيء أصلي أي ما يحرج إلا أصلي فيجي يقول اسمع هذا كويس والله يا أخي عسلك جنب وبعدين تلقى معمل عقب والله أنا مثل هذه شوفها مثل هذه تلقاه ماشي هو ماشي ما شاء الله تبارك الله اللون والريحة والطعم ثم يجي جنب الكيلو في عطم مثله بالله أبشر والله والله يا جماعة العسل عالم العسل وسيع تستاهل قلبي صحيح أقول العسل عالم وسيع والله أنك بعد يا أخي لا تعاملت مع ثقة السوق أنك تنشق يعني العالم ما تدري من الصادق من اللي مهو بصادق صراحة صح 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 ولو بعدين العسل الطبيعي أنا فيه الوالد الله يشفيه يشفي مرضى المسلمين اللهم آمين بتر الإبهام عنده وصار الله يكرمكم ما طاو من هنا جرح وما سكر أبطى ما سكر العسل يسكر وكل ما يتحرك يصير مكانه هم دم ولا فجاء واحد رجل شرواكم وقال هذا ما له إلا عسل الجرح اللي ما طاش صح هذا وهبطى كل شيء ينعمل به قالوا قادوا يجيب له عسل فيستمر عليه فترة بسيطة والله ليومك هذا هو قاطب الحمد لله وشكر مسكر الحمد لله كلهم فضل الله ثم فضل الله العسل تتصدق أنه موجود في المستشفى الوالدة رحمة الله عليها وموت المسلمين كان عندها جرح سكر وكان الجرح جوا يعني غامق ايه عميق وكانوا يجيبون شيء في المستشفى والله كانوا يجيبون شيء وسألت الدكتور قال لي هذا عسل يقول عسل طبي سبحان الله يعني العسل للجرح ترى هي العسل للجرح ابدا انا ابوي يجرب والله عنده جرح حتى في المستشفى موجود يجرب وابد والله هذا واحد طول عمرك كلمني كلام كان تم يبي عسل متواد انت وش عندك قال انا عندي كبد فيها ما ادري وش اسمه ده صفار لا لا غير الصفار المهم انها تكلف علاج ثلاث علب او اربع علب علاج لا ثلاث علب كل واحده استخدمها شهرين فيها حبوب وباء كبدي ايه. المهم انها فيروس ما ادري وش اسمه في كبد الله يشفي العلبه هذه اللي فيها 20 حبه ب 200 الف ريال الله لا اله الا الله كلام هذا انا ما قالهم على قصه لسان ايه سبب قابلت الرجل قالت شريت ثلاث علب ب 200 الف ب 600 الف وراح خلاص بس نصحني بالعسل الاصلي انت العسل الاصلي ما يتعدى 500 450 بس علاجك ابو 600 الف قال ابشرك نفعني ونصحني بالعسل خلاص هو نفس الدكتور اللي نصحني ها الدكتور اللي صاحب العسل اي نعم دكتور وولده دكتور في المستشفى الله يجزاه وقابلتهم انا وعدتهم على الشارع حدا الاحياء وواجهتهم بس العسل يا اخوان اللي بيستخدمه ما بلازم تخلينا نقطعون قلبك ولا هذا ريتك ولا كبدك ولا استخدمه انت زال انك متعافي يعطي مناعه انت ما تدري عنها صح لازم ان العسل موجود عندك وتاكل عسل خير حتى الاطفال ترى بس الاطباء ما ينصحون بالذات الرضع اللي توهم مواليد ما نعطيهم اي مواليد يعني بعضهم يجي ملعب بصبعه ويعطيه بعد السنه الظاهره او بعد السنتين تقريبا لانه شويه في جلوكوز موجود في الصيدليه في شيء جلوكوز ينحط مع الرضاعه بالذات الاصفار وهذا طبعا مو وصفه دي بس كتجربه لكن الاصفار وعلى فكره يا جماعه الخير الاصفار اصفار الاطفال ترى خطير هو مو بخطير وخطير هو عادي يجي كل الاطفال
الصفاره اللي صفر يجي كل الاطفال عادي يجي المواليد عادي 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 يجي بس خطورته وين الكب خطورته وين خطورته اللي ما يتعامل معه وما يروح المستشفى صح واحد من الشباب تعين في منطقه من مناطق المملكه ومعلم هو وزوجته توهم صغار ما يعرفون شيء جاء استلموا الولد في صفار المهم هو ما يدري يحسب النص ما يدري ما يعرف ويا جماعة الخير ترى والله اللي يتزوج ترى ما يعرف شيء ما يعرف شيء نهائيا يكابر على نفسه وهو غشي ما يعرف طلع الولد ويوم جابه لو الولد أصفر وقال عادي يمكن حنا صفر ولا حنا كل يوم الصفار يزيد كل يوم الصفار يزيد وهم ما يدرون طبعا في المستشفى عطوهم خبر بس هم ما انتبهوا المستشفى يطلعونه لا مو خطأ يا شيخ الصفار في كل مولود عادي بس ايش يسوي حط لمبه ابعلمك شغله ايه؟ حط لمبه عليه جلوكوز ماء وسكر وخلاص يروح وشي بسيط عليه هم اهملوا الموضوع يوم ودوه المستشفى يوم انه راح اصفر مره دقت الحرمه على امها مسكي. قالت يما فلان اصفر مره اصفر اصفر قالت ايش فيه قالت ودوه المستشفى على المستشفى يوم راح قال اول شيء احمد ربك طبعا غيروا له دم يا الله وقالوا احمد ربكم خلايا الدماغ كانت بتتلف بسبب الصفار شفت شلون لانه المفروض الصفار هو بسيط جدا ترى يجلس في المستشفى يعطونه لمبه ايه؟ ويطلعونه برا وخلاص وترى في كل المواليد وحين يجي بعد الولاده او الشمس او عرض للشمس شفت بعد ثلاثة ايام يكون طيب بعد ثلاثة ايام يجي الصفار مويه وسكر او جلوكوز من الصيدليه ينهي الموضوع حمد ينهي الله. فوالله ابغى يفقد ظناه بسبب الله الاهمال الاهمال بسيط وما يدري ما يدري ما يدري وان يعني عندنا مستشفى الحرس مثلا انا عيالي صغار جوا كلهم فيهم اصفار طبيعي اغلب الاطفال مثلك مثلك حل والله ما طلعوه لي المستشفى ما طلعوه لي الا لين راح اصفار منه بعد ثلاث ايام وش مسوين مفسخين ملابسه كلها ولمبه نعم وحاطينه على سرير طال عمرك صغير ومسلطين عليه ضوء يا شيخ يوم تحط ايدك كذا لمبه حراره نعم اي لمبه والله بعد ثلاث ايام يطول العمر نستلمه يقول لك تبي تاخذه على مسؤوليتك انك إن قبل لا نعرف اللمبه والمستشفى ذا قبل المستشفيات هذه كانوا نقعد به برا في الشمس برضو الشمس الصباح معروف الاصفار الاطفال تعرض للشمس الصباح هذه مفيده نعم هذه الاصفار يعني مفيده جدا يعني انا قالوا ما تطلعه نعم ابرع فيه اصفار اي هذا نفسك. يوم جيت لا العب طينه ومفصل الملابس حاطين له لمبه نعم وتنو صيفر بعد قلت بطلع يا مس انا رايح جاي مع الزحمات قال يا اخوي ما انت مطلع الله يعز الحكم صحيح والله الحمد لله الله يعز الحكم أيوة. والله العظيم يلا لك الحمد والله قال مره بطلع مستشفيات هذه حكم شوف مهتمين فيك كان وياخذ 15 يوم عنده مو شاء الله 15 يوم ولا 15 ورجع تعبان اصلا لا انا ثلاث ايام من طال عمرك ما شاء الله ثنيه الله يحفظك وطلع طول عمرك ما شاء الله تبارك الله ايش تاخذ سبحان الله سبحان الله حطي له لمبه صفراء غير المواليد الثانيين لمبات بيض ما ادري سبحان الله وش السر في هاللمبه الصفراء وش السر طيب وش السر يا اخوان واحد يعطينا السر انا اقول لك وش هذه يقولون ان الضوء الاصفر اشاعته تمتص اللون من الجسم علشان كذا يخف على الطفل سبحان الله العظيم والله ما شاء الله يا عيال إيه لا انا تراني اليوم ما شاء الله عليكم دكاتره يعني بغيتوني طال عمرك دكتور اقول انا رحت مره اصغر العيال الله يحفظ يحفظ ما عندكم الله يخلي لك في المستشفى طال عمرك اخذت انا تراني ما داني مستشفى ومن مستشفى لا كلنا لكن عاد شيء حد لا طال عمرك والله وطلعته على مسؤوليتك عوض ما شاء الله بسم الوالد الله يرحمه هذا عوض ما تعرفه خويه في قصيم في البدايه 10 ايام خليه ما شاء الله عليه اخذت طعامك البيت بعد ثلاث ايام طبعا الحمد لله ست ساعات بعدين اخذتها البيت ثلاث ايام وجايتني رساله على جوالي شوف 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 ايش اللي صار ثلاث ايام وجاني رساله على جوالي والد والد او ابن طبعا ابن فلانه لانه يجون باسم الام يرجع مراجعه المستشفى لان التحاليل تلفت شيء زي كذا التحاليل تلفت اللي هي تحاليل الدم الوراثيه يوم يقول ابو اثنين ايام الله يجزي الحكومه خير تحاليل الدم وراثيه قال تلفت العينه
انا ما تمشي علي ذي تلفت العينه. قلت فيه بلد تحليل. اي التحليل فيه نعم. لازم تروح. انا طعامك لا مو لازم اروح، انا منخرش ما بروح. وش تسوي؟ انا طعامك قطع في الورق. اقلب يمين يسار ما في شيء. اوري عند امي اقول لهم ايش رايك وش تشوفين؟ قالت ما في الا العافيه. واجي ها كيف وكيف؟ المهم والله واقعد اسبوع. الا طعامك ودق علي الدكتور الاستشاري السلام عليكم. اخي شوف فلان قلت نعم قال ترى التحاليل كذا كذا وتلف تلفت التحاليل. اعوذ بالله تعال سوي التحاليل جديده تلفت التحاليل ولا التحاليل فيها شيء. لا لا والله تلفت التحاليل بعدك بوحده بعده. قال لازم تجي. انا من يوديني المستشفى انا ما اقدر والله ما داني عظام ما فيه ما في عظام ولا في مخ مخ ما الله الله لا عظام ولا عضلات ولا شيء ما داني صادق صح والله ما داني والله ما تلام. انا طعامك ودق على واحد في المستشفى قلت يا ابن الحلال انا دقوا علي كذا كذا والتحاليل تلفت ولا ما تلفت. راح للدكتور كلمه على اساس انه يعرفني انه ما يعرفني ولا اعطاها الدكتور العلم قال والله في اشتباه. على فكره المولود اول ما يولد سبحان الله في مواد ضاره وسموم وما ادري وش مع الايام تروح مع الاكل مع الاشياء اللي في الطبيعه صح صح مع حليب الام. حليب الام هذا شيء مغذي يعتبر مضاد حيوي بالذات المصل الاول اللي قلبه هذا هذا شيء سبحان الله العظيم ست نعم. شهور مناعه. المهم عمار ما لكم بالطويله قال والله التحاليل كم فيها اعوذ بالله فيها ايش يعني قال لازم يتاكدون في اشياء مرتفعه إيه واشياء نازله يعني ما هي متوازنه شيء مرتفع شيء نازل وشيء طبعا هي اشياء طبيه في البروتين ما البروتين ما ودي عاد اقول طيب اوكي ماشي اي خلاص المهم طال عمرك والله العظيم خلاص اطالك يا الله واللي تعال يجيك الشيطان واللي ما جاه عيال مرتاح واللي عنده عيال يا فوز عود من الشيطان احمد الله انت انسان مؤمن ترى مهما كان يا اخي الروح صح حلاوه الروح والظنا والابو ترى قلبه ليش والله طال عمرك وعلى المستشفى يا الله يا رب يا الله يا رب. طبعا شف يوم وصلت المستشفى مثل اللي قابل الجيش خلاص ما عاد فيه الموت مره واحده ما عاد فيه والله صادق والله طعمك وانصى الدكتور وزعلان بس ما ابي واحد بس يطفشني اخذ الورع واطلع والله ما بسوي تحليل بس ابي واحد كذا بس يقول كلمه يضرب الباب وامشي والله ادخل على الدكتوره ايش عنده قلت عندي كذا كذا الا يوم جيت لقيت اربع حريم قدامي واللي يسولفون مع بعض ايش فيهم دقوا علينا وايش فيهم ارسلوا علينا قلت اللهم لك الحمد ان شاء الله النظام ملخبط ايه لا ملخبط والله وحط الورع وتجي طعمك الطق تاخذ التحاليل دم يعني عندهم زي الورقه كذا ويسحبون منه قالت شهر ندقين عليك عود علينا وما دقينا وما دقينا عليك اسر لهلك والله لا يوريكم كني في السجن شهر كان يدقون ما يدقون كل ما جاني رقم غريب وانا ارد عليه اول واحد والثابت والله لا دق الثابت اني انتفض لان الثابت عياده ايه وبشركم الحمد لله الحمد لله الامور طيبه والله يعز الحكومه يجزاهم خير. انا اللي بعلمكم واحده ثانيه. مره رحت لوحده من المستشفيات اكشف مريض تعبان في حمى فزبطت طال عمرك الدم والتحاليل والشغل. المهم طلعت بعد سبع شهور والله جوالي دق ثابت انا ما ارد على الثابت والجوالات هذه اللي ما اعرفها ويحرق الجوال. هذا وشهم؟ مستشفى يدق عليك شو ودهم؟ أنا كاشف من عندهم قبل ستة شهور ايه؟ ما بكاشف راح في حمى وخذوا تحاليل وما تحاليل ايه المهم طال عمرك ولا رد وما غير شاب فيها الرقم وحفظته من كثر ما يدق ما دريت إلا يوم ارسلوا رسالة ايه؟ أستاذ خالد أنت كشفت عندنا في يوم كذا 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 ولازم تراجعنا ضروري ضروري او ترد على الجوال. يلا الخير ولا الاعاده والوسوسه فالانسان ما في شك نص المرض يا جليش الكلمه ذي المرض كله لازم تسمعونها وانا يقوم مرجع دنياي كلها لا في كبد لا في بلا لا في بلا لا يكون بس الله لا يبلانا ويكفينا شر الخبيث لا وانا اروح للمستشفى. السلام عليكم. احترام وادب عندي للمستوى انا هو ذل خالد الحين هو مغير ذل انت خالد قلت لي خالد قول انا ولد ابوي عندك 600 ريال ما سددتها ليش؟ انت تكشف كذا وتروح ليه؟ قلت يا اخوي اثبت ان علي 600 والله لا اعطيه ايه والله لا اعطيه وامشي لا انت الحين اتصال وانا البارح ما نمت وما غير الله لا بلا انا ما غير بس ما غير ادعي وصلي بس حسيت اني بموت بس قال انت ما سددت 600 ريال وانقلب الملفات لهم حاطين رقمي عند اللي واحد ثاني ما سدد وحاطين رقمي عندي انا ك
كله اثنين، رقمي عنده اثنين. قلت يا اخوي هذا ما هو بنا اللي كشف عندي، وهذا رقمي وهذا ملفي وهذا السجل. فرحت وغلطانين في الاسم بعد اسم خال. لا الحمد لله. بس وش المضمون؟ المضمون ان الانسان ما يوسوس، ما يلعب نفسه بالوسوسه والامراض، وانا مريض وانا في وبكره بموت، وما غير يفكر في المقبره وما غير يفكر في صح. انت معطيك الله عمر، اللي كاتبه لك تبي تاخذه. طيب وسوست ما وسوست، رضيت زعلت رضيت اي المكتوب لك طال عمرك. كم من مريض عاش من الدهر، او كم من سقيم عاش من الدهر، وكم من صحيح مات من غير علم. انت في نفس النقطه دي، في نفس النقطه هذه خش فيها. انا يا طول عمر صار لي موقف اقوى من موقفك. تبارك معصب يا ابو حماس، لان اقوى من موقفك. متحمس من قوه الموقف، متحمس يعني. شوف المهم رحت لمستشفى خارج السعوديه. الله اكبر. سويت تحاليل، قالوا التحاليل تطلع العصر. ايه سويتها الصبح تقريبا على 9 أو 8. طبعا انا اتعامل مع لي طبيب اعرفه استشاري ولا ما شاء الله بروفيسور، فالمونة بيني وبينه ما شاء الله حيل قوي. قال له يا مشعل انا اطلع من الجامعه الساعه 4 العصر، وبيك تجيب التحاليل معك الساعه 6 بالعياده الخاصه عيادته. قلت زين. طبعا التحاليل طلعت تقريبا الساعه 12 بالانجليزي، حاطين اول ورقه فوق على الظرف وكاتبين مشعل هليل وكذا والبيانات حقتي معلومات. خذيت الظرف وفعلا رحت للدكتور الساعه 6 العصر او المغرب. السلام عليكم. السلام دكتور ابراهيم، شلونك؟ قال يا هلا ما شاء الله، تفضل تفضل. طبعا هو طاولته قدامه كرسيين، واجلس على الكرسي واحط الاوراق. قال لي اعطني اياها. قلت تفضل. يفك الاوراق الظرف وياخذ ورقه ورقه ويقرا يقرا. انا بهال يعني دقائق او الثواني هذه والله كانها ايام. ويطالع فيك اتنافض لا تطالع. تجيك السالفه. ما قال لك انت مشعل؟ تجيك السالفه يا الربع. تخيل ان عينه دمعت. طيب ايش رايكم تروحون انتم بدالي؟ لا هو انه اليه شوف هذا احلى ما طول عمر. يوم وانا جالس يا مرة والله العظيم والله حلو القوة يا رب. حلو القوة. اصب لك شاهي. اصب لك شاهي والله خلي يروق ذاك. بس اصب لحد مروق. حلو القوة. شوف المهم طول عمر صار يقرا. قال مشعل معك سكر؟ قلت لا والله الحمد لله. جانب الاكبر منه شوي. معك سكر وضغط؟ قلت لا. قال له مشعل وش تحس انت من فتره صرت تحس بشيء، بدوخه، بكذا بكذا بكذا؟ قلت لا والله يا دكتور ما احس الحمد لله بشيء والامور طيبه. وشو تحلل طيب؟ وليش تحلل؟ قال طبعا فيه امور يعني تستدعي اني احلل هالتحاليل. قال مشعل انت حللت قبل كذا عندكم بالسعوديه ولا لا؟ قلت لا. يوم قال كذا جيت انا مركب خلاص قمت اتنافض. ايه سبحان الله طبيعي عند ابوه طبيعي. حسيت ان رجلي صارت قطن. ما هي رجلي طبيعي. هذا طبيعي عند الناس والله الخرعه اللي هي. المهم قلت يا دكتور انا شخص مؤمن الحمد لله، واذا في شيء انت ودك تقول جيبها بس انا بس فكر والله بس لانه اصلا تسلسل بالحدث والخبر هذا يذبحك. اعطني اياه مره واحده يا طول عمر. قال والله يا مشعل الاوراق انا صراحه ما ادري فيها ملاحظه. قلت وش؟ قال والله يا مشعل انت عندك مشكله، عندك كانسر. كانسر سرطان نسال الله العافيه والعافيه. اعوذ بالله والله وانا ابرد يا طول عمر. قلت والله يا دكتور انا صراحه ما اكتشفت شيء. والايمان وين راح الاول؟ ما طلع مع ذاني الايمان. انا مؤمن ها؟ اي والله. قال يا دكتور قال يا مشعل انت الان انا رايي انك ترجع وتحل ثاني مره. قلت خلاص ما الحمد لله. والاوراق طبعا نزلهن وصرنا نسولف ويهدي. طبعا هو انا قريت الورق مشعل هليل. طبعا انا مشعل هليل الشمري اللي انا كاتب
حصلت مكتوب مشعل هلي مشعل هليل الكذا، هو فعلا سعودي بس مو من نفس القبيله. سبحان الله، طابق الاسم الاول والثاني. الاول والثاني طابقا، القبيله طبعا غير كثير تطابق الاول لا والثاني. والعمر غير العمر حتى تاكدت غير اكثر من شغله. قلت يا دكتور انت الان خفت علي وانا خفت منك بعد، بس لو نبي نراجع الاسم، الاسم مو اسمي وهذا مو هو تحليلي كلش. قال صحيح مش عن؟ قلت لي والله. ويطلع من هناك ويجلس عندي هو يخمه. قال والله يا مشعل قسم بالله اني انا تضايقت يعني فعلا ليش يصير كذا. واخذ الورق ورجع للمختبر واعطيهم الورق، قلت انتم معطينا واحد ثاني. قالوا ما عليش احنا والله العظيم انه كانوا فعلا ورقتين وجمعنا هذه بهذه. اي وجمعنا هذه بهذه كارثة. والحمد لله على السلامة. قلت الله يجزاكم خير على العالم. لو غيرك يمكن كلامك يمكن يصير للإنسان. المؤمن ينزل عليه صبر وقت المصيبة. الحمد لله أنا المؤمن ينزل. شوف بعض الناس إبراهيم صدمة الموقف يا مؤمن لا والله مؤمن. إبراهيم عليه السلام مو في نار، في وسط مشكلة. هو الآن في وسط مشكلة لا تشمت لا تشمت يعافين الله ويبتليك. إن شاء الله ما في شيء. إبراهيم عليه السلام هو وسط النار، كل اللي حول النار من حرارة النار يقولون إبراهيم كيف يعني خلاص عليه السلام كيف يتحمل، وأكيد إنه مات. وهو إبراهيم في وسط النار برد وسلام في وسط النار. فالإنسان يا جماعة الخير والله العظيم كثير في وسط الأزمة الناس تلقوهم يحنون يقول مسيكين، هو ترى بالعكس هو صح. تقرب من الله أكثر، عرف نعمة الله أكثر، شكر الله أكثر. صح. مصيبة المرض إذا خالط خوف، عفوا مصيبة الموت إذا خالط خوف. ترى الأمراض أسباب، والموت اللي في تاريخ معين عند الله في تاريخ معين بتموت فيه. لو انك عارف لو انك متعافى ولا غيره المرض ما له شغل، يعني ما له شغل. انت الموت ترى ثابت، والله كم واحد صحيح بطران حادث وراح يا سلام. حادث وراح وكم من مريض عاش ابعلمك بالوسوسه. هو شيء يضحك شوي صراحه. تذكرون ايام بلوز الطيور ما جت عندنا وصارت ما رب لها فعلا بالله هذا ما لحقناه. بالله نعم كنت في القريه ما عندكم تلفزيون هذا متعدى 50 سنه. المهم يا طويل العمر كان في الوز الطيور يا وري يجي دخل العالم وسوسه ويجيني سبحان الله العظيم مع ذاك المرض يخالطه يجيني حمى وكحه قلت بس يا الربع والله انا شكيت احيانا مشيتي مشي الطير والله لا تحسبوني والله يا شباب يعني في الوز الطيور يعني الواحد كحت تحسب انك تحول طير والله العظيم ان حتى كحت يقول يا الربع انا وضعي ما هو طيب والله العظيم في الوز ذيك ترى خوفت العالم جتنا في الوز الطيور هبت في العالم عبر خذ راحتك والله من جد يعني الواحد يكح كده اشك يعني ان الكح لا تكح هذه ما راح طول عمرك يحس انها كح الطير هذه شيء فيها قبل شوي احنا نقول صيدليه ايه واللي احسن منها صيدليه نبويه صيدليه ايش صيدليه نبويه اللي احسن من الطب النبوي يعني الطب النبوي زين عساك حليت عن الطيور بس نفسه انت من الطيور ابو مطلق انت من الطيور لا تذيك كم تقول القوه انا اذكر مقطع الواحد من المصارعين مصارع الله عز وجل معطيه قوه توفوه بالحلبه يعني قوة جسمانية بعد الله عز وجل قوي ساعته مثلا أبد توفى على طول وعلى فكرة توفى وهو اللي مسيطر كان مسيطر على أخوي الثاني وكان يرفع أمريكي طبعا هو كان بطل الأولمبيات وكذا وتحول مصارع وتوفى وهو بقوة يا حبيبي لعبت الموت الكورة. ما عند ربك من نفخة الروح موجود يوقع عقد لعبت الكورة اللي جا وقع عقد كشف مستشفى عالمي لأنهم بقعون معهم ملايين الدولارات يدون مستشفيات عالمية يكشفون من الظفور لين فوق صح. كشف كامل كذا وتحاليل ودنيا مباراه وميت ومباراه وميت ووسط الملعب طعامك هو ميت عافيته وصحته واللياقة والأمور دي كلها كله مثل أجل يا أخي
الصيدلية الصيدلية ما يخلونك تحكي اللي خرجنا شبه ابوه وامك لحظه انت دائم تكلم يا طول العمر ما نتعرضك ولا شيء لا لا ما انا جالس اقول عندي معلومه نبويه وضحك غانم وطلع وبتلت لكم على ساعه تدري الضحكه وش هي غصبا عنه والله والله بس انا من كحه الطير كمل العلم عارف هذا بس من باب الدعم مو منك والله يا ابو ترى انا كنا في موضوع اي عارف هذا اهم شيء بس انك وقعت ما طرت فيها عده اشياء من المفترض انها تكون موجوده في البيت للصغير والكبير يعني قبل شيء ننوه على الصيدلية أن تكون موجودة في البيت وهذا مهم لكن فيها اللي أهم منه اللي هو التأسيس الصحيح إن كانت موجودات في كل بيت أنت بعد مو بس تخليها بالبيت ولا لو تقدر تخليها بعد في السيارة زين على زين صح الأولها التمرة وشي؟ التمر 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 صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيت لا تمر فيه جياع أهل جياع أهل ما قال من فراغ فإن كانت عيشة وخصوصا الفجر مع الغبشة من بعد صلاتك ولا قبل ولا اللي هو إنك تصبح على قومتك يعني أبد مذكور بالحديث قضينا مذكور بالقرآن قضينا خلى لك منهج اثنين العسل ونزعم ترى اللي يبي يطبق على شيء أو شيء منها منتهي أمره بالنسبة للمناعة لو إن جلد على عظم ما يطق شيء أحسنت زين هذا واحد التمر اثنين العسل أيضا مذكور بالقرآن اللي هو يخرج من بطونه شراب مختلف ألوان فيه شفاء طيب ترى الآية جميلة ترى قرأت الآية أبو ريان ريان قرأت الآية خطأ أنت إيه أكيد إيه الآية قرأتها خطأ ما أدري منين قرأتها الخطر لا 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 قرأتها خطأ لو تكترد عشان بس تعيده مرة ثانية لو لفظة شكرا هو قرأها شكرا خلي جهزها كمل يا قرأها شكرا هي شكرا يعدلها تكفي شكرا شكرا وليس سكرا لازم هذا ما قلنا شيء ما خليتوني أعدل عليه سكرا ولا شكرا سكرا لا شكرا هي شكرا إيه أنت نطقت يعني لعلها جات بالفتح يعني تسلم الشاهد موضوع واحد التمر اثنين العسل ذكرنا الأحاديث والآيات ثلاثة ثلاثة اللهم صل وسلم على رسول الله زمزم طعام وطعم وشفاء سقم حتى أنه السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى محمد وبعضهم يعني حتى يعني جسمه ضعيف فبعض الصحابة شرب هذا حتى يقول لك جنبه امتلأ من 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 العافية يعني وضع عليه لحم وكذا أربع اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله حبة البركة اللي هو الحبة السوداء حبة البركة السوداء الحبة السوداء المعروفة الحبة السوداء نعم الكحل زين هذه لا أشياء تشربها وتأكلها الأكل نفسه الثلث ثلث ثلث برضه الأكل هذه الطريقة أنا أتكلم عن المادة اللي تطب في جوفك هذا التمر تمر عسل حبة بركة ايش قلنا الرابع السنة والسنوت زمزم والسنة والسنوت بعد السنة هو حبة البركة هذه أنواع في السنة سنة مكي سنة تشتق منها حبة البركة ترى زيتها قوي ولا لا سم صاحب زيت ايه واشرب فيه زيت الخامس وهو فائدته كبيرة جدا 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 وعلى قوته في الحديث النبوي على قل استخدامه في المجتمع سبحان الله ما أدري ليش ممكن غفلة والناس ما حد نبه له القسط الهندي القسط الهندي القسط الهندي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه سبعة أشفية الخمس حاجات هذه احرص أنها تكون معك في سيارك مو بس في بيتك تمر عسل حبة بركة ماء زمزم ماء زمزم قسط هندي القسط الهندي نوعين فيه بحري وفيه الهندي صح الأفضل الهندي الرسول يقول فيه سبعة أشفية اختلف المفسرين في السبعة الأشفية القصد الهندي وش الفوائد النبي هو طبعا عود عبارة عن عود نشتريه مطحون ايه يطحن عادي ايه؟ فيه عدة استخدامات تقدر تستعطبه تعرفون الصعود صعود نعم صح زين او بالماء او بالماء زين تشربه بالماء او على جرح تذره الاستخدامات مختلفة لذلك قيل فيه سبعة أشفية قيل على الاستخدامات وقيل على وهو يعتبر منشط عام لا وقطع الوزن قوي جداً بالغرغرة جداً ممتاز إذا صار الوزن على طول جابته الوالدة قالت اشرب وغرغر ودايم والله ينفع بالحين إيه هذه الأشياء هذه الأشياء حتى سبحان الله ليش دايم يقول لك راعي المس اللي فيه مس اللي فيه عين اللي فيه كذا دايم يشيرون له بالأشياء ذي لأنها أشياء مبروكة وذكرت في القرآن أنا بجيب على الخمس زيادة اثنين الزيت ما زيت الزيتون والعود هذا الطيب
يعني حتى في الأثر إنه من دليل إن العسل شيء يعني هذا والمعلومة قبل شوي أنا كنت بقوله إن العسل أهدي للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما يخاف زيت الزيتون ما يخاف لكن العود شفايدته. العود هذا طيب مبارك وكل مكان فيه طيب ومبارك يبعد عنه الشيطان ما يقربه نهائي. فدائما اللي يتعلق بالأشياء دي أو شيء يتعلق بأمر كتاب وسنة، الاثنين تعلق باتباع منهج، فبالتالي أنت كأنك حولك شواظ مع الأذكار طبعا كأنك حولك شواظ من النار، لأن عين أو المعين هذا أو صاحب العين يعني يوم تطلع عينه وهي يعني أمر مقدر من الله أمامها شواظ من النار حول جسمك، فما تخترق خلاص تنحرق داخل هالنار هذه تنحرق. فأنت عندك حائط على قولهم صد لكل هالأمور فيزيائيا داخل جسمك كيميائيا وكذا وأيضا نبويا وذا. حتى اللي يمر بالأمور ذي عقيدته يوم تقوى ما تجيهم مركب بالأمور ذي موحد الأمور طيبة أمور طيبة تبي تموت من تبي تموت يعني بعد ساعتين الأمور طيبة بس ترى ما جاتهم مركب أنت قلت جاتهم مركب لا هو يقول أنا هو يقول جتنا مركب ورجلنا غدا انقطن مين مركب حتى وطاسة تقي صار انقطن قطن ما حسبه هذا رجل الناس عندهم على ما قال أسلم بس وسلامة أبو ريان قاعد للآثمين الله يثمن أي والله أي أبو ريان طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. طيب صدق الله هذه سكرا ها سكرا يمكن سكرا سكرا اي اعتقد مفتوحة سكرا اي نعم سكرا مفتوحة انا بذكر خلاص بس زيت الزيتون نعم عمي رحمة الله عليه تعب وسووا له فتح قلب هنا بالرياض المهم عنده سكر وعنده ضغط وعنده المشاكل هذه فطلعنا رحنا للأردن في الطبيب هناك وصفوا لنا اياه في باطنة لاحظت أنا طول إقامتنا عنده كانوا يجيبون له مع الوجبات علبة زيت زيتون بالعلب حقة الثوم شفتوا الأبيض هذه بلاستيك إيه. كل يوم مع الفطور مع الغداء مع العشاء قلت يا واسأل قلت يا دكتور هو عنده مشكلة بالقلب والكوليسترول وما أدري إيش قال أصلا زيت الزيتون هذا علاج للقلب والكوليسترول بالعكس ترى يخفض الكوليسترول يقول علاج يعني حنا نفضلوا على الأدوية نعطيها المريض كل الأدوية هذه وكلامك عم تم لما تقرأ محتويات تلقى العشبة الفلانية وتلقاها هالأدوية دي اللي حنا ناخذها من اللي هي القراص وكذا هي شف اقرا وشف تلقاها مستخلصة بعضها لا بعضها كيماوي على فكرة ايه؟ ترى الأيام ذي مع الأمطار ايه؟ والناس تروح للبر ترى في أعشاب سامة مثل العشر ذا هالعشر ذا سام والله مو بكل عند الناس والشري في نباتات ترى في الارض الان ترى الناس تدور الزبيدي او تدور الفقع يطيحون بالفطر هذا السام وياكلون تماما شكله يوم تشوف تقول الزبيدي ما فيها كلام كان زبيدي اي فانت ينتبهون المفروض انهم يعني للامور هذه اللي ما يعرف اللي ما هو براعي بر وراعيه اللي يظهر في مناطق وما يظهر في مناطق كان عندي كتاب عن الاعشاب والله اني اشوف شيئا يهول هو بثره سام يكتبون تحت السام وشبيهه برضه تجيك الصورة وتجيك شبيهة في المكتبة موجودة يا الربع يوم تقول الربيع نبي القصيدة في الربيع ما سمعنا شيء من أبو أنت ما سمعنا من شيء يا ويلو لا قلنا يا مشاري أبو مشاري أبو قصيدة قال ما سمعنا شيء من أبو لا قلنا يا أبو أعطنا قصيدة قال برايك ما سمعنا من شيء وبرايك عدد سمعنا مشاعلة ما تكفي ما تكفي طهر رجع والله ما تكفي حضور علي ممس طيب أنا عندي رأي يحمسهم استاذ امجد وش احمسهم ما احمسهم بعدين يشتغلون شيلة عطنا شيلة احنا بعد الشيلتين ذي بنطلع برا الجلسه برا زين والجو زين وفي رش مطر بس ادخل على الله ثمانك لو طلع برا لا تطير لا خلاص راح الوسواس راح لا كويس النقطه ذي يا ابو تنفع ان شاء الله ان الوسوسه نص المرض وهذا اللي كحة الطير فالواحد لازم يصير عنده قوه ايمان على فكره امجد كل الشباب يحبونك ترى الله يحفظك اليوم بالذات الله يحفظك نحبك كل يوم انه مو يوم شفناك تاخرنا صراحه زعلنا
والله يا ابن حاتم تاخرت وش اسوي؟ ودق على المدير حقنا ما مدير كبير ما يرد علي وامشي بعد ساهر بغير قطني خلاص. لا ابشر بالخير، الخير جاي. التاخير لا بد، البارح والله عندنا زواج واسهروني بعض يسولفون معي، وبعدين زواجي برا الرياض. ما تاخر انا، انا ما استغني عنكم والله، ما استغني. معذور معذور الله يبيض وجهك. ما شاء الله. لا لا بالذات اليوم ان شاء الله احنا محتاجينك مره اليوم. شنو بس السعر؟ صراحه اليوم مره. في سر، كيف في سر النافورة؟ ايه النافورة لسه ما شاء تحدي همزو. نسيت التحدي همزو. تعال تعال سجله سجله. هابر اقري تول تول. ايش ولا فيها قصيدة لرشيد الزلامي الله يرحمه. وهي فيها من الحكمة يعني. أبى أحاول إني أجيب. عندنا أسلم أسلم. أبو قبل يجيب القصيدة. لأن هذا وقتها يوم طلع خالد. عندنا مثل يقول مدح الرجل في وجهه مذمة. الرجل ذا قلبه طاهر، لذلك حظى على شعبية كبيرة. أنا ما حبيت أقولها له في وجهه لأن عندنا مثل. استاهل والله. وهو والله إنه قلبه طاهر. لا كفو. ودائما اللي قلبه طاهر. ما هو بغريب هذا يحوز على إعجاب وتقدير كثير. طيب اطلع عشان نمدحك. اطلع بمدحك. اطلعوا كلكم الشباب. يا الله دخيل مدحنا يا ولد. روحتم كلكم بسرعه. اسمع اسمع لا جيل جيل نشوف. والله احقاق للحق منكم كلكم. انا راضي مدحك. طيب نجيب القصيده ولا انا كلكم تستاهلون. اسمع خليني امدح الله يعطيك العافيه. شوف والله انكم كلكم رياجيل تستاهلون. الله يرفع قدرك ابو ثنيان. شوف رفيق وزميل ولنا الآن سنة مع بعض شغالين وجابنا علاقة قوية. الرجال خدوم ورجل قلبه طاهر، رجل خاف الله ورجل صراحة حبيب ولي في حبابة وخف الدم وذراب. الله يحفظه. نقول الله يحفظك في شغل هذا. هذا تأكيد بس هذا تأكيد قبل شوي نقول البدائية. خلاص ما عندي شيء. كل من كان كل من ثبت على طبيعته يعني هي البدائية الأولى. البيئة البيئة البدائية الأولى لكل شخص ترى ينجح لأن الله نجح أبد. شوف خلك نيتك طيبة ودائما يقول أبو نية غلب أبو نيتين وخلك على طبيعتك ولا تلبس ثوب مو بثوبك. هذا الكلام والله بيسر. هذا الكلام تمشي. هذا الكلام عطنا يا أبو خلاص. أي خلاص بس تعقيب. يقول رشيد الزلامي الله يرحمه قال وتعلمت قلت عناد وفراسه أجاهد النفس والدنيا وصارعها ودرست في ما ودرست من شيبة راسه دنيا العنى اللي قصيفة مطامعها تلميذها دايما يكتب بقرطاسه وتعطيه جملة دروس ما يضيعها والله عطانا نظر وشعور حساسة ناخذ علوم المعرفة من مراجعها ونساير الوقت ونقيسه مقياسه ونواجه النفس بالواقع ونقنعها وترى حياة الفتى مهما قوى باسه محفوفة بالخطر والموت تابعها من مبتدى العمر حتى يلف ضنفاسه يمر في مرحلة تكثر زوابعها أول حياة الفتى مشوار وعساسه أول حياة الفتى مشوار وعساسه مسافة في عجاج العمر يقطعها وثاني حياة الفتاة تدريب ودراسة تصعب ظروف الحياة وينشغل معها وثالث حياة الفتاة يرجع على أساسه النقطة اللي بدأ منها يراجعها
يصل سن الهرم ويضيع الطاسه ويزحف مع الارض ويخطط شوارعها واليا تلاقات متونه وارتخى راسه ضاعت جميع العلوم اللي يجمعها ضاعت جميع العلوم اللي يجمعها سلامتكم الله يرحم رشيد صح لسانك من قصائد الحكمة فلست الملخط يلا كلمات وأداء جاك الدور حنا عندنا مثل تقول واحد واثنين وثلاث إنه صغير وبعدين عندنا مثل يقول الرجال أول وغد تالي وغد صحيح ايش رايك يا ابو حصه مبدع الله يعزك حتى بامثال اختصرت هالقصيده اختصرت ابد الرجال اول وغد تالي وغد في ابيات يا القصيده هذه حكم في حكم أيوة والله احيان انا طلابي اذا مثلا كان في حصه فاضيه وقعدت اسولف معهم اقول والله لو تسوي شيء بسيط وانت صغير شيء بسيط مو بكويس هذا متى يطلع اذا جيت تتزوج مثلا قالوا هذا سوى الشيء الفلاني وهو الشيء الفلاني صح الناس ما تنسى فدائما حاول انك تكون راس قائد تكون مميز متميز والله احرص ازرع الشيء المميز احرص وابعد عن كثير من الامور ابعد عن اللي يضرك وابحث عن اللي ينفعك هو يقول انا يقول مثل يقول لي ما تروس وما تريس وهو صغير لا يدورها لا كبر لا كبر دور لا من اعطاك الله عمر واكرمك الله بالعمر اعبد الله سبحانه وتعالى الشاعر ايش يقول ذهب الشباب والكبر وأتى الشيب والذكر اذكر الله ولكن الأمور ذي لا تدورها بعض الناس في خير يقوم يدور مراجل في آخر عمره يا أخي في آخر عمرك أو 66 توجه لعيالك قدم عيالك قدم أهلك لدينك لكن لا تدور أمور خلك مصلح والله يا بعضهم صح. ما تجي مشاكله إلا لو وصل عمره 60 سبحان الله قام في القبيلة ولا في العائلة وسوى فيها أنا اللي بعدين شف بعدين متقاعد بدل ما يهدى ما تدري انه شب في الدنيا هذا مقرود بعضهم والله بعضهم اعوذ بالله بعضهم فزاع لانه الربع بالعكس ترى بدايه عمره كويس لسبب لانه منشغل في الحياه ومنشغل في الوظيفه ومنشغل لا منه تقاعد يعني هذا الوقت شف سبحان الله طف اللمبه اسمه لا يعني تحس انه عكس الوضع الصحيح إذا تقاعد بدل المشاكل وبدأ طول عمره يتفرغ للمشاكل يعني هذا الوقت اللي خلاص المفروض أنك تترك الدنيا زي ما يقولون ومن المسجد يا طول عمره تدور عند ربك وتربية أولادك حتى الدنيا ادخل اقبل على الدنيا بس بدون مشاكل صح. والله يا بعض الحريم تقول يا ليت يطلع يا ليت القال شله ويطلع لأنه قاعد في البيت وابتلاها سبب ليه الماء البزبوز يصب اللمبة اللي هناك والع بس هذا تأخروا ترى يا حبيبي هذه صابر على الحال ذا من سنين وهي صابرة صحيح عيالك ليه تأخرون ما يرقدون يا حبيبي هذه الأربعين سنة تراها تعاني وانت ما تدري الآن يوم انك جيت والله يا في مشاكل تسير تحلها الأمور الرجال ما يدري صحيح. مخليتها ملك بحصة. وتحل الأمور كلها وما درى يوم تقاعد يغثها غثها الله المستعان الله يجعلنا مصلحين إن شاء الله ممكن نحول البعض نحول بسم الله خلنا نسمع قصيدة الرجال جهزها مجهز قصيدة لا أنا في قصيدة للشاعر ما في مشكلة المدرسة حقيقة أنا أعتبره مدرسة الشاعر مصلح بن عياد والله لا تقول نعم والله الخليفة الخيمة على راحتكم أي والله بسم الله وطيب اسمع احنا طالعين فرصه نشوفكم اذا في مدح شيء ايش رايك بشاري ممتاز نشوفكم على خير يا رب يا طيب ابو ريان يا الربع هول القلب ايه ايه بعد على خير يا الربع خذوه علينا وين مرحبا يلا مرحبا فما الله نشوفك على خير هلا يلا حيا والله ودي بيتين صباحيه ابو يمين والله يمين هذول ابو مطلق ابو علي يمين انا جاي بعدكم يمين يا ابن الحلال جاي بعدكم جاي جيب هذا معك بالله خليها قيد يا ابو ثنيان بنحول الخيمه يا سلام رجال رش اول شوي ما شاء الله بس رشتك طيبه ما شاء الله تبارك الله خير جاي ان شاء الله الشمس هذه هي من الاطباء الصامتين يقول طبيب صامت ما شاء الله طبيب ابكم مره ما يتكلم يا سبحان الله من اول كنا نلعب كوره ما نلعب العصريه الان حتى الشباب اللي جاي يلعبوا ما يلعبون الا في الليل في الملاعب الزراعيه يا اخي وش كان يعني شمس ما في الصح لا وفي برحه وفي برحه وما علينا كنادر هلا ما في خلاص يلعب في الليل طعمه والله اني دايم رجلين مجرحه منكم انت شفت باليسار ولا باليمين ك-
كله ما دام كله شوت مره منه مره منه وين ما جيت الكره جيت ظهير عصري ذا اثنتين اللي يجيك يقول لك كله هذا ترى عمله نادره والله هذه كراسي ما يبع على عددنا اللي كان طلعنا فيها وان الجو حلو بس نعم يمكن شو لا يا زين المشي في الروضة الخضر لا شعشع المخضر يريح البال يريح البال كمل الحلج ما جيب لك ماء جيب لك ماء اي ها بثنيان البارحة يا حسين مركايك وعي من العشاء لين اذن الفجر يا حسين ما غير اختال لي خاطري بدموعي مثل الذي من يقضي الدين بالدين وكل السباب طير حسين الطبوعي النادر اللي شوفته تطرب العين اللي ليا مني نهمت فزوعي مثل الشجاع اللي ينهمها القريبين خلاص يقول البارحة حسين مركاي كوعي من العشاء إلين أذن الفجر يا حسين ما غير أسلي خاطري بدموعي مثل الذي من يقضي الدين بالدين وكل السبب طيري حسين الطبوعي النادر اللي شوفته تطرب العين اللي مني نهمته فزوعي مثل الشجاع اللي ينهموها القريبين قمت أتذكر تلته للطلوعي خد قنصنا فيه حروة أسبوعين مدري ثمان أيام معهن أسبوعي لا شك كنهن يا ابن الأجواد يومين في تالي المقناص يوم الربوع أتلى العهد به راحة يلوى الجناحين أقفى ورا خرب مصقر جزوعي متذير وردفت من عقبه بطيرين وسقنا معاهن وسط خدنا منوعي أقفى شمالهم وبعدات عن العين الخرب صامل والنداوي قطوعي وحل الوعر من دونهم والشعيبين وقفت درب الميرمامن وقفت درب الميرمامن سنوعي وقالوا جهاز الطير ما نسمعه زين وجهت رجلي بكل رجم رفوعي أرقى ولوح ودبل الصوت صوتين وما قصروا وقت المنافع ربوعي أخذت في جو القطامي نهارين لا شك طيري ما نوال الرجوع وأنا بعد حدرت يما البلدين ما كان ودي إن المفارق فجوعي ليتهم وادعني سوات المحبين الله يلوم الطير بعده يلوعي خلاني يسهر والمخاليق ممسين عساه يسلم من يدين الطموعي يلي عن النشاد يخفى البراهين ولا الرجال اللي تعرف السنوعي تلقى على حجلهم على السبق رقمين ولا عساه بنازيات التلوعي ورزقه على اللي خالق الناس من طين ومما جرى يا حسين قلبي قنوعي لو كان عقبه خاطري صاير شيء مشعل الحبيني هذا الشاعر مشعل الحبيني شاعرها عزلها صح تبدا الجميع قصيدة جزلة والله انا طيبه اللي تبي يا ابو فزاع اللي تسمع عندك طيبه نجيب القهوه اجل حر يا ولد والله ان الشمس لا انه مره نغيم ومره اخو خذ شيل شيل القهوه معنا يا عيال بنشيل القهوه دي برا لا خلهم شوي نصبر اصبر يمكن يهونوا والله حر برا ما في حر ولا شيء يا غانم ما قل مو بنا يا ابو اللي يقولها ابو هليل انا مو حر ابو هليل وين حر يا اخي لا والله مو حر قلب علي غانم الله يهديه يقول نبي خايف على هالبشره تقول المتاكي خلاص لا حد يسون غير لا اقول لو بشره اللبناني امجد ايه ابو شعر تقول يا اخي منهم بشوش هذا يكون لبناني صدق تبي اخاف انه يجينا اللي يقول بيع الخبل عباته اللبناني روح شيل الشتوي شيل الشتوي ها جو يا ولد جو تيس على كيفك اي والله ليت التيس اليوم التيس انا والله قايل لكم اليوم بس عاد ما قصرت بكره الجو زين بكره الجو زين ان شاء الله يقول يا ما من الخير يا ما من قطعته اي والله انك انت ناوي بس ناس انا اقول لا يا حسين ان كان شيلة امجد جاهزه يا حسين ما بنلعب عليها بنجلس بنسمعها ايش رايك اللي تبوا ما في شيلة امجد موجوده
موجود بالله شغله طبعا كنت قهوه ونتونس زعلان علي حسين زعلان يقول له ايش تاخر عشت يا ابو اللي فيك ما له فيك خدمك المال والبنون ابشر خلاص اعطيك فنجان يا ابو فنجان قهوه يحبه الله الله يهينك لا يا ابو حط على الزوايا ابو عط واحد هنا الزاويه عشت ايش لا لا ما كمل يا رجال لا أنا اجلس اجلس عشان تعطينا القصيدة يا ابو والله الربع اني ودي اقول قصيدة والله قل يا ريت بس ما اعرف والله الربع هات حلال اقوى حلال اقوى يسلموك يسلموك عندكم بسم الله فهمت عندي الحافي لا تورط سم اخرجك واحدة ها طيب بر طيب يطلع بر طيب سم مش بسم الله مش عط اللي وراك ما يشتهون ما يشتهون مرة صوت والله والله بر 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 طيب عيا وجهك حلو صوت يا حسين صوت لا بان نجم سايل الممرح ولا ليك مثل السجين اللي ورا درفت الباب صبرت لي نزريت واليوم ما طيق وعلوان اعلم قال فاتوب المتاب وانا كما طير بالايام سابيق يصبح بمرقاب ويمشي بمرقاب والحال سترها وليا المخاليق ما عشت في منه ولا برت بصحاب لم سعيت في جو العشب Yeah.
من بعد سوقه للوجيه المطالق اللي سوالفهم رفيعات وعذاب فرعت باللي ما تشبرك تشبريك واللي اعترف من دونها الخير بما ما شاء الله الله يعطيك العافيه ابو صالح حبيبي يا ابو خالد مبروك مبروك كلمات الرديع ابن حسن الرديع هلا ابو الاداء الاساسي نبي الارض والله والله نبي الارض والله نبي الارض حمود الشاطري الاساسي هذا اداي بس انا عيد تقليد يكرمك مبروك الرجوع ابو خالد مبروك مبروك الله يبارك فيك ان شاء الله مرتاحين الله يهديك وش اخباركم كيف الحال والله شوف انا قلت البرنامج ولا قصورا في الشباب الله يبارك بقى شخص مثلك صراحه الله يبارك فيك طال عمرك انت اضافه صدق والله ما شاء الله حضورك جميل ترى والله بخير اسكر شوف يا مرحبا باللي لفى بالعلم ما هو بالخفا طيب ووفى ومن الضمير اللي صفى ترحيب شاف الناس فرقه انت كما نجم السماء والضرس ينبت في الجمة والكبد يحرقها الظما والسيل من ينزل بطرقه بعد يستاهل والله ابو خالد هذه بلا شيله وعرضه اه يا ابو خالد بلاها كهرب ينفض وسعتون تعال ابو ثنيان انت قبل شوي يا ابو فزاع سم تقول هو ما شاء الله افضل واحد يرقص هنا اي في اللعب او ريان صراحه في اللعب ريان ما شاء الله عليه عندك اعتراض؟ لا ما عندي اعتراض انا كذا لا لا دقيقه لحظه يرقص شلون يرقص يلعب يلعب ابو ريان لا لا حق رقصه الجنوبات لا 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 ابو ريان اسمع لك ممتاز صراحه في هلا انا ما اسمح لك لا والله انا ما اسمح لك لا وش قصدي انا لا ما وش ارقص يلعب انا وش قصدي انا لا يا اخوي في عرضه لا يا اخوي نمزح وهذا بس رقص لا يا اخوي ما قلت شيء لا رقص لا يقصد انك تلعب تعوذ من الشيطان تعوذ انا ما قلت شيء يا سليمه خطا يا ابو الشلال كيف اشتغل يا ابو خالد نمزح وكل شيء بس ابو خالد انا ما الشلال انا انا مو مرضى خلاص انا شغله انا شغله شغله بالجنوب ابو ريان اسمع لو سمحت يا مشعل لو سمحت اعتذر على الكلمه اعتذر لو سمحت اعتذر انا معتذر اعتذر على الكلمه لا لا صدق لا والله صحيح انا اقولها صحيح لا ليش اعتذر لا لا رقص هذا رقص. هذا اسمه عنده طيب بالجنوب الحين انا لا ما عندنا رقص حنا عرضه معروفه هو يعرفها بس بالجنوب ايوه في الرقصه طول عمره الجنوبيه معروفه ايه صحيح والله الرقصه الجنوبيه انا ماني سامح لك الكلمه هذه لو سمحت اعتذر هو شوف لا 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 معلش لا والله اسمح. صحيح خلونا نخدمكم لا والله تخدمنا بس لا بس لا. اسمح الحين وش تبي اعتذر له انه عنده مرض بشكل ثاني انا مو معناته انك انت ترقص لا والله لا والله انا قصدي مع احترامي لك يا مشعل واحترامي للزملاء انا ما هذه ما مرها لك كلمة أيه رقص مرقص ما تسمح اذا انا قال شيء خطا صل على النبي صل على النبي اللهم صل على محمد انت من جدك الحين وتمزح لا والله من جدي انزعلت منه اي والله زعلت طيب وش يرضيك لا لا شوف وش يرضيك خلني اقول لك احنا نمزح بحدود المزح بس كلمه نرقص وسقاطات وما ادري ايش ما انا مرضاها اسمع ما مرضاها وش تعرض قلت عرض بس ترقص ابو ربي لا واقول اعتذر لا لا واقول اعتذر على اعتذر على الكلمه ما يعتذر لحظه تعرض بعد في ناس يقول ما هي زينه تعرض لا بالعكس لا صحيح انا قلت رقص الجنوب عندهم رقص خاص مشعل انت عزيز وغالي خلني اقول لك الكلمه هذه انا ما ارضاها والله عاد انا صلى انا صلى على محمد انا ما ارضاها طيب صلى على النبي اللهم صل على محمد الامر سهل امسح بوجهي ما يقصد والله والله انا ما يقصد انا والله شوف انا ما ارضاها على نفسي ما يقصد هو انا مو قصدي والله انا مو قصدي يا بريان بريان ما ارضاها على نفسي يا اخوي بريان
خلو ريان. انا ما ارضى على نفسي يا اخوي، احنا زملاء وعلى العين والراس، لكن بعض الكلام انا ما ارضى. ما دام زملاء ليش ما ليش تحسس من الكلام؟ ريان بريان بريان خلو عاد 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 الوضع عادي. شغل شايله يا حسين. حسين يا حسين يا ابو العلومه يا حسين. حساس والله ابو سعدون. لا بس كان شوف كلمه ابو هو اي بمعنى عام كلنا يقول فلان يرقصون يعرضون عادي ان شاء الله، بس هو فهمها يعني مفهوم ثاني. هو ذا الحين انا قلت لك ابو انت ما انت مخطئ زين، لكن هو فهم الموضوع. اي فهم الموضوع اخر. فانت يعني الامر بسيط، يعني اذا فهمت على الموضوع هذا فانا اسف وانت الموضوع. انا اقصد كذا كذا وانا وضحت له. انا هو يقصد انك يعني ان الرقص عنده يعني ما هي هو فهمها من شيء ثاني. انا وضحت له بسيط الامر يعني عاد اذا عاد وعلى فهم والله اعلم يعني بعضهم لعب ورقص وعرضه امور سهالات الحين. انا اللي عارف جنوب محمد يقول خالد بس. كيف بالاعصاب البارح مشدودة والله. والله يشدك ام ابراهيم المعيد. يا هذا اول واحد انت. احنا متوترين احنا الرعي لك. المشكله انا اول واحد ما ادري ان سالفه انه يقول لك اول ما داني عبالي اني طالع عرفت تضايق والله العظيم. وقفتنا وقت اللزوم حنا معك ورقى السماء وعين المعادي للعمى كان كتابي نقطع بحر ولا تبي فوق الغيوم صف السرايا صف صف دون الوطن ما نختلف روح علم اللي معرف وقفتنا وقت اللزوم قدها سما يا موطني وحنا معاك بل الحني لا من دع الداعي ندوس الروس وندق نخشوم حنا معاك ورق سما وعين المعادي للعمى كان كتبي نقطع بحر ولا تبي فوق الغيوم اضرب على راس الوفا واللي عادك يهبى ثيابة بالارض وصقور على راسه تحوم لا من دعت بنت العرب جينا لها عند الطلب بقيادة اللي هي بالعالم ولا هب الخصوم قلنا يا حال اللقاء نطع على راس الشقا ندعس على عدانا ونبني من جماجمهم رجوم فخر 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 حنا المعزة والسطر نقدم ولا نحسب حساب دون هذل الرخوم طف السرايا صف صف دون الوطن ما نختلف روح علم اللي معرف وقفتنا وقت اللزوم قدها سما يا موطني وحنا معاك بل الحني لا من دع الداعي ندوس الروس وندق نخشوم حنا معاك ورق سما وعين المعاهدي للعمى كان كتبي نقطع بحر ولا تبي فوق الغيوم اضرب على راس الوفا واللي عادك يهبى ثيابة بالارض وصقور على راسه تحوم لا من دعت بنت العرب جينا لها عند الطلب بقيادة اللي هي بالعالم ولا هب الخصوم قلنا يا حال اللقاء نطع على راس الشقا ندعس على عدانا ونبني من جماجمهم رجوم فخر 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 حنا المعزة والسطر نقدم ولا نحسب حساب دون هذل الرخوم عيد حسين نعيد ها عدا 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 وش اللي خلص تمرين الصباح هذا باشم باشم اوه دارت بين الغمسه ليش تعمل بين هاللون فوزع انفسك طلع مع مناخرك متك ما شاء الله ما رفعت روحي قامت الدنيا تفتر غدت الدنيا سوداء يا ولد بس تلحنها والله من قدك ابو خالد والله من قدك الله يجزاك جاك قصيده الان فريش ها اي والله بيتين الحين بس عشان ابو خالد جاهز جاهز استاهل ابو خالد الشرف والله لي شرف طال عمرك استاهل العلم الغالب هات لنا ابو مشاري هات البارحه يا ابو خالد حالنا حاله متعجل الوضع البارح دخلنا البرايم البارحه يا ابو خالد حالنا حواله البارحه يا ابو خالد حاله
شفت المعيد يلعب فينا وجنا ونا شفت المعيد يلعب فينا وجنا ونا أقلوبنا معك من شده ومن هاله أقلوبنا معك من شده ومن هاله واللي يمثل كويت العز مثلنا واللي يمثل كويت العز مثلنا مبروك عودتك واللي مثلك الحالة 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 دايم حضورك لمجلسنا يشرفنا دايم حضورك لمجلسنا يشرفنا البارحة يا أبو خالد حالنا حالة البارحة يا أبو خالد حالنا حالة شفت المعيد لعب فينا وجننا شفت المعيد لعب فينا وجننا أقلوبنا معك من شده ومهتاله واللي يمثل كويت العز مثلنا مبروك عودتك واللي مثلك الحاله دايم حضورك لجلستنا يشرفنا مرحبا بك استاهل ابو خالد استاهل ابو خالد مره اي والله والله يستاهل والله يستاهل ابو خالد يا الربع صلوا على النبي اللهم صل وسلم وقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله اللي صار قبل شوي هذا يدل على محبه نعم اللي صار بين ابو ريان وبين ابو رهف ما صار شيء طيب يا فواز لا تفلسف علينا وش المحبه المحبه لو ابو ريان في خاطر شيء خلى في خاطره وراح صحيح لكنه يوم انه يظهر لي في خاطره بيض الله وجهه يستغرب من ويطلب من خويه نعم. طلب ان يقول اعتذر لي وقل ما هي بقصدي وحنا طالبينك يا ابو والله طالبينك مطوب طالب عليك وهذا فنجاني والله ما ذوقه الرجال بعلمك هذا فنجاني بعلمك علي الله حاطه اقسم بالله والله انت لبي طلبنا والله ما ذوقه ابشر ولا يهمك ابو راف اسلم اقسم بالله العظيم انا خويت الرجال فتره بسيطه وسافرت معي يومين كفو والله كفو الرجال فيه ضغط وياخذ علاج ضغط ايه شفت ما تحمل وممكن فهم الكلمه خطا ويزله انا قلت ممكن الخطا كله انا لحق نفسي خطا يمكن بعد ينزعل مني ويحطها فيك انت ممكن الرجال شهاده لله اي والله ابو ريان شهاده لله تسمعني يا الخصم اسلم والله انه رجل اخلاق مؤدب وانتم تشوفون الشيء هذا وهو بيننا معروف يا الربع والله رجل حيوي ورجل ما شاء الله تبارك الرحمن صراحه في الاخلاق والكلام ولا غلط على احد والله العظيم اني احس منها مزحه والله اني احس منها الوضع مزح انا ما دريت ان انا ما سمعت الموقف ترى انا مسكت في المشب والله كذا يسوي لا نعم حتى نعم خلاص قلت اتركوه اعرف الحاله ذي ما راح يقنع مره لا 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 اكيد ان الوضع لا الحاله اللي صارت ابو فزاع قال عز الله اللي يضبط العرض او ما ادري ايش لا العويمري لا والله قلت اللعب او اللعب ايه اللعب انا وش قلت انا طبعا مصطلح اللعب راح عن بالي قلت والله يا رقصتك ممتازه مسكت عنده وش ليش مصطلح عندنا كلنا على فكره يا سلام عليك انا قلت لابو فالمشكله انه هو تحسس من الجزئيه هذه اي نعم الحين بس عقالي ولا لا خلاص تعتذر وانا اعتذر قدام الكاميرات كلها لا ما نبي قدام الكاميرات نبي لما نتقابلنا الحين شويه من ابد 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 بيض الله وجهه ابد وحبه مع راسه بعد لا ترى المصطلح ذا هذا دارج بيننا كلنا يا الربع ما نتكلم عفويه معروفه اللعب والعرض والرقص معروف هي مفهومها واحد مفهومها واحد ولكن هذا الرجال يمكن
يبي الواحد يدل على الكلمة ذي انها دارجة. في شاعر يقول الشيخ فينا لا رقص يشرح على اللي ما رقص. يعني هي دارجة الكلام ذا دارجة ما هي يعني الرجال ما تحمل هو ما تحمل يمكن خلا من مفهوم ثاني مفهوم ثاني وخاف أحد يفهم مفهوم ثاني ممكن وحق ما فيها شيء. أبو ريان كفو وأبو هليل كفو ما فيها مشاكل. أبريك أبريك عندي سالفة زينة سالفة الدباب قبلها حقت مصلح هات حقت مصلح أي والله لأن ذكرناها أول على الهواء وتركنا عطنا اللي عندك يا أبو علي أطفي الشلالات الشلالات مزعجتكم والله بالحين الصوت صار عالي لا لا زين بس 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 يا حبيبي لا ما في بس الصوت ما يدري بس لا بس هناك عند في الشقه يحطه هنا بس خلاص ابشر. طيب ابي بادريق بدل الكاس العسل هذه ما في لي كيف هو والله ما قصر ابو مشاري بالسيلات اليوم والله ما شربته لا والله هلا والله لا والله تكفى ما قصر ابو مشاري اذا شيله يكون احسن. لا انت طال عمرك عشان ترضي بفزع بس هليل احط لك يمناي طاوله. لا يا حبيبي هلا والله الله يعزك والله ما اسلم اسلم ما تقصر تقاوم تقاوم. فهذه القصيده للشاعر مصلح بن عياد. نعم ونعم مصلح بن عياد الحارثي ونعم ونعم معروف وسبحان الله صادفت موضوع موضوع ايش موضوع انا و... ايوه سبحان الله سبحانه يا الله يا من شي من المزن همال سبحان رب العرش جل جلاله حي الكلام اللي عليها الحب رسال من شاعر زين كلامه وقاله يا رجل ما يقصر عن الكيف رجال لا تنشد المسكين وشلون حاله وليا بدالك خصم ضده على الجال ما للرزيل لا سلوب الرزالة وإن جاء من الأدنين بعضا أتى الأحوال الصمت عن كثرة وجه زلت رفيقك خل فيها التعدال الأول هو الثاني أهلا تساله والثالث سقها على روس عقال وكل نيابة يعطيك فيها مجاله والرابع لا تنهزع له ليعال وليا جفاك الدار دور بداله ورفيقك اللي تاجد في بعض حال ارفق عليه اللي حصل من حاله لابد من يوم يقهويك فنجال من كيف الأشقر مثل دم الغزالة ترى الرجال زحول وفحول وافعال ترى الرجال زحول وفحول وازوال وكل عطاها الله على قيس حاله والصبر زين وفيه مخرج ومدخال ومكان ما الأخلاق ساس العدالة ترى الجهل يقضي على الناس جهال اللي تصرفهم تصرف جهالة أعط العميل اللي طلب منك معدال واخذ الدليل اللي صفالك مجالة واخلص لي أصابك من الحق مثقال واخلص ترى بعض الشكالة فلالة الرجل يعرف عدلته قبل يشتال والخبل الرجل يعرف عدلته قبل يشتال والخبل يحسب كل عدله سهالة وليا تعبتك وليا تعبت المشكلة حبلها طال وقامت تلفك مثل لف المحالة وليا قصرت حبالها صح من قال على ولد 20 ما به كفالة قبلي وقبلك شاعر رد الأمثال يزين بيت يا فريحان قاله الرجل يطلب منه بعضات الأحوال والحمرة يدرك معوشة عياله سلامتكم صح لسان قايلها الشاعر مصلح بن عياد. يقول لجات من طيب شقاها على الطيب
لو انها عوج من رقبته الذلولي، وان جات من شقو ضعيف منطق وسليب حطيتها بين الثرى والنعولي. يعني انها الطيب تدمح زلته وعلى ما قال يتحملها الواحد. في لحظة المشكلة ودك يجيك ابليس، ودك اللي قدامك تذبحه، هذا الكلام. ويوم تنتهي المشكلة تقول لنفسك انا كيف قسيت هالقسوة. والله العظيم احيان تقول بس هو بس تنتهي الغمة ذي، ولا تتكلم ولا تسب ولا تقول لا تخرب شيء، لانك وقت الزعل بتقول شيء ما صحيح. ما تسيطر على نفسك. صحيح اي والله. هذا مرة عندنا دكتور بالجامعة، دكتور علم النفس سوداني، فيقول مرة صار لي موقف مع لي واحد من الشباب، يقول جيت الإشارة، يقول خضر خضر لما قربتها صارت برتقالية، يقول وقفتها إشارة المرور، يقول البوري وراي طاط، نعم، يقول ساكت أنا، يقول في ريوس يلبق جنبي، يقول يخانق ورا الدريشة، يقول افتح الدريشة، يقول افتحها، قال أنت حمار، يقول قلت لا والله ماني حمار، يقول نسك الدريشة، يقول أعوذ بالله ويتنرفز، يقول ينزل يفتح الباب علي، قال أنا الحين أسألك، قلت طيب أنا جاوبت عليه، سألت أنت تقول أنت حمار، قلت لا والله ماني حمار، يقول قسما بالله إنه الغضب هذا انفش منه وراح على طول، يقول يرعيني ويضحك. ترى سعة الخاطر وسعة البال ما في زي هذا. اي والله بعض الناس شلون يتصرف طيبة، لكن بعض المرات هذه حصلت. أنا واجه يجيك الشيطان ليس عندك. لا والله لا والله أنا واجهوني اثنين إيه طرها على قال وسعة البال ولأنك لازم توسع الحال. أنا والله والله مخطئ عليهم في السيارة، لفيت عليهم وأنا ما أدري ولحقوني عند الإشارة، والياهو اثنين زند الواحد منهم كبري و... وتجيك مركب. إيه لا لا مركب ولا شيء أشوة، قالوا كذا نزل ال... القزاز. إيه نزل طال عمرك الجامع سلام أستاذ سام، قال ما تشوف أنت؟ قلت والله آسف ومخطي. إيه نعم إيه حكي آسف ومخطي. قال ليش ما تصفط يمين؟ قلت خايف. قالوا شو تهزاب أنا أنت؟ قلت والله ما تهزابك يا رجل، ما تشوف جدك زندك كبر جسمي كله. واحد منكم عاد أنتم مدري. إيه قال زندك قلت له زندك هذا كبر كله. الضرب القاضي. تبيني أقفلك؟ أنا أنا وقفت لك قلت بكذا. إيه إيه ترى ما له هرجك ولا بس. إيه أنا وقفت لك قلت بكذا. إيه صح أنا وأذنين بعد. أعوذ بالله عودة. قال يا رجل عليك الله غير تصفط يمين. الموت. غير إيش؟ غير تصفط يمين. قلت ما نبي مصفط غير تحلف بالله العظيم انك ما تضربني. ايوه قول انضحك ضحكتكم دي. قال عليك الله واني شبعان منك شوف، عليك الله غير تصفط يمين. قلت لا ما انت عارفني بس اني ماني مصفط يمين، ماني ما انت بصاحي. المهم انه صفطنا يمين وسلمنا على بعضنا. قلت يا ابو فلان بعطيك علم. قال سم تعرفنا على بعضنا، وهو طلع جهني بس هو مشبه حتى هو. انا ما عرفت بس يمكن بلهجته عرفت انه يا مصفط يمين. قال وش اللي خليك تشجع علي وتقول لي زندك وما زندك؟ طب لو اني متهور ونزلت. قلت انا بعلمك في بعض الشغلات اللي يسوونها الشباب المقلع اللي ما هي بزينه، وانا اقولها الان على ما قال لانها مرت في المجتمع الشغله دي ما هي بزينه. قلت خليك تمشي وراي، ترى جوالي بيدي. نعم جوالي بيدي، اقدر اسوي اتصال اربع ولا خمس ولا ست سيارات تلحقني في مكاني اللي انا فيه، وصارت مصيبة. أنت تطردني لواحد ما تدري أن معك أربع ولا ست وراك يحجروا لك في مكان، وصارت ذابح ومدبوح، صارت قضيتنا. وليا أما ضربتك ودخلت مستشفى، ولا دخل ولا ضربتني ودخلت سجن، أو وصلت إلى قتل ومشاكل قوية، وتالي هدية وفزعوا يا أهل الخير. حنا نسأل الله السلامة وشيء عليهم، عسى الله يعينهم في حوالهم اللي صارت عليهم القضايا، لكن سببه عدم الحلم. يا سلام. نعم. احلم واخذ ابليس. الشيخ الجبيلان سليمان يقول واحد من عند الاشاره يوم صار قدي اعزكم الله واعز المجلس والدلال والرجال ليوم تفل علي، تفل علي وش توقعت سويته؟ كسر. قال قلت له نعم سامع هذا الكلام. قال وعيدها لثاني، وقال وعيدها قال اقول لك قال هو ينزل الدريش شو ينزل معه. قال يا شيخ ذبحتني ما تسوق بالخط على من هالك عشر. قالوا بس. قال لي بس. قال طيب ضربتني ضربتك. فطر راح الحين ابوه. هذا واحد عندك علم؟ عندي علوم. روح. ما حق واحد. هذا واحد طالع عمرك تحدى رجال هم
ستة مدري سبعة، ولأنه حماسي وقدمون عليها بشيء، وقالت ايه مجنون أنت؟ قال وش؟ وقف أنت وياه وقف ويحول، هم يحولون رجل. قال أطيب واحد فيكم يطلع هنا، وينه؟ وهو يطلع أطيب واحد، قال أنا خلوه يرجين أنا، قال تراني في وجهك منهم، تراني دخيلك منهم، لا كل اللي قال الموت من الضحك، قال الله إنك في وجهي، أكتر بوحدنا حنا هذا واحد طعمه، هذا واحد مسوي على حرمة بطل. كل يوم لا من ما جاب شيء ما اعطاها كلمه ولا طال عمرك قرصه كذا وراها العضلات ولا اعطاها ضربه ابويا وذاك اليوم عندي اشاره غفى ودق اللي قدامه المهم مالكم بالطويله نزل دف صدمت ما صدمت تراني محترمك عشان عيالك قال ولا عليك من عيالي بجيك خلي عيالي وخلي عيالي الحرمه يا فلان لا تنزل قال والله لنزل يا ولد اقعد قال والله تركيني بس ويصك الباب عليها قال قفل الباب وقفل الباب وقدام سيارته طلع الولد فسقان عطاه 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 لين عض الارض ضرب يقول يوم يقول انا بس تمنيت انه ضربني بس انه ورا السياره مو قدامها الحرمه تشوف يقول والله اني راكب السياره واني طالع فيها كذا بنص عين وهي تعطيني كذا عين شافتني طيب ما في شيء عطتني عين قويه يقول عرفت ان ما عاد لي خلاص يقول نصرها الله نصرها الله يقول ثاني يوم فلانه ما اسمع ها ولا نعم ولا جيبي كذا الا والله معدي من جنبي وكاني طعمك اي والله ترى انكشوا كان كسر ينادي يسوي ينافخ الا مثل اللي تقول ما عندك سالفه راح العمه عمه حكيم قال يا عمي صار كذا وكذا 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 انا والله اعترف لك كنت اضربها ابي افرض شخصيتي واسوي اني رجال واسوي واما الان والله ما عاد لي كرت انحرك كرتي مره خلاص عنده راعات انكشفت الحقيقه خلاص ما عاد له قيمه مره ما له غيره ما له غيره قال الحل عندي دور له واحد ضعيف جبها بس والحل عندي نعم اتفق معه بعد قال قال لا جيت المره الجايه عندك مسدس مصرح قال لي قال جيب المسدس وجبها معك قال طيب المهم جابها قال بوديك لاهلك انت ما تسمعين الكلام وانت عاصيه وهم متفقين ودخلها في غرفتها عندها لا جوه وقعد مع عمه قال اسمع لا اعطيتك الاشاره صيح قول والله لا اذبحه طلع المسدس قول بذبحه قام طال عمرك ويصيح والله لا اذبحه قال امسكوه قال والله لا اذبحه والشايب يمسكه والرجال يقول لا اذبحه وش فيك وتجي البنت وش فيك قال رجالك المجنون يروح يذبح الرجال اللي طقه قبل يومين تعود من الا يوم جاءتني يقول يوم جاءت وانا اقول يا الله لك الحمد تكفى يا ابو فلان تكفى دخيلك تعود من الشيطان بيقصونه قال والله لا اذبحه يرحم والديك يقول يوم قال زي كذا وانا تو يقول مثل المرض حيوي جات العضلات اي والله قال تشوفين كذا قالت والله تكفى قال طيب يصير خير يطلع من المجلس قال لا تعود يا ابن الذين بس فكنا من فقدام معك اهلك لا تسوي رجال تطيح في واحد انت عمرك هذه يكسر مقامك والله واحد من واحد من الربع مو يكسر راس ولا عين المقام هو منكسر لا لا صدق شوف يا اخي والله قدامها خاصه يا اخي احترم احترم اهلك او احترم زوجتك وعيالك اللي معك صح في بعض السوالف اللي ما لها لزوم يا انك تتعرض لهانه يا انك تتعرض لامور إن تضر نفسك وتضر عيالك يا اخي تلقى لك طايش هذا واحد من الجماعه الله يذكره بالخير ما شاء الله تبارك الرحمن معطيها الله الصحه والعافيه وجسم لكنه انسان حليم الى اخر درجه الى اخر درجه حد راعي ذاك الموتر عائلته معه هو الحاله معه واحد من العيال يقول سويت اني ما شفته يوم حد انا يقول انا في البدايه غلطت عليه طلعت على الخط ما شفته واعتذرت منه واذن الرجال ريضا فيه يقولوا ليوم قام هدى يقول وانا اجي جنبه بتجاوز يقول هو يلف علي ذيك اللفه اللي يقول بغيت اصدم اللي جنبي يقول سويت نفسي ما شفته خله يروح بصره انا خطيت في البدايه واستاهل ذي اللفه يقول وامشي يقول يوم عيمت يوم لحقني لحقني اسرع اسرع وجاء قدامه هو يدق بريك بريك من؟ بريك مو ابوك واحد ثاني يقول ولا انت صح المهم يقول هو يدق بريك يوم دق بريك يقول وانا ادق يقول يا ولد فرامل جاب المشكله لنفسه اي نعم فرامل يقول واقول يا اخي امشي الله يرحم والديك احترم اهلك يقول اجي جنبه وافتح القزازه يا مسلم يقول لا كل الكلام الوسخ اللي ما ينقال الله يكرمك قاله لي قلت طيب خلاص شكرا
لكن احترم عائلتك وعيالك اللي وراء وتوكل على الله. نعم. قال الحمد لله اللي جنبي اطيب منك وانت وانت، ويقول هو يتفل يقول يوم تفل لا هي واصلتنا واصلت الرفيق اللي معي، يقول ما عاد دون عاد الحلق الا يقول قلت طيب لبك لبك ويلبك، يقول وانا اجيه قبل لا ينزل يسوي ويحرفت مدري وش بيسوي، يقول وامسك الباب باصابعي كذا باب السياره امسكهم كذا بس عشان ما يفتح الباب، ما به يكلف على نفسه، يقول ما به يكلف على نفسه، هو يقول خويه اللي معي يعلمني بالسالفة ذي والله، يقول هو يرجع يده ورا شوي بس هو يطيح على وجهه لا دمه طايشن على مرته. طيب انت وش حدك على الامور دي يا اخي؟ الرجال بغى ما بغى غراغ الرجال حاول يتجنبك بشتى الطرق، الرجال انت اللي بحثت عن نفسك بحثت عن الشر يا اخي، غلط اصلا منظر غير حضاري طاع طاع في الشارع برعانك وامسح ما يصلح ما يصلح يا اخي، لكن انا ماشي لي مع شارع انا عارف راسي لا قدامي اي والله يا اخي ماشي لي مع شارع ورعاني معي وفي السوداني عياله معه ووراه واحد سعودي عياله معه بعد والمشكله بينها السعودي والسوداني والسعودي طلع ملك ينزل قزازه قال ما تشوف يا اتفو على وجهك وزوا لي انتفخ ما عاد اشوف راسه من القهر والله صار والله شيء غبن بعض وقف يقولها وقف وزوا لي وقف وانا اوقف ابى افزع لهم يوم شافوا عاد بنته مع السوداني يوم شافتني نزلت ونزل السعودي هو تحول تحسبك فزاعم مع السعودي تنين على ابويا قلت لا انا بفزع له وامسك السوداني حيه المشكله السوداني مرمى والله انت تقول المفروض لا تلومه لا تقول حتى ما شاء الله عليه هو يوم فضلي هنا يوم فضلي طول عمرك وانا اروح للسعودي السعودي اقدره وانا اسكر عليك قلت لا تنزل نعم راح السوداني يجي ينزل قزازه ويخم من هنا ويستعد ابي اسقع على وجه قال قول تف اشوف اي ويمسكه قول تف اشوف قول تف اشوف يا ابي افهم قال لا تقول تف تم ينزل سنونك في الارض قال هو ما عاد اقدر يقول تف ولا عاد يقدر يقول شيء صابته المركب حقت الرجال وقفت معي سيارات وافتكيناه وطلبنا السوداني طبعا الخطا ما يجي من سعودي ولا من سوداني الخطا وارد في كل شيء مثل لحظه ايش؟ لحظه غضب الغضب الغضب يخليك تصرف تصرف ما هو لك زين وش التصرف طيب من السنه اذا جاك الغضب؟ ايش؟ من السنه واجد. اذا جاك الغضب وش التصرف؟ واجد طيب عطنا يا فواز ثنتين ولا واحده اذا كنت واقفا اسمع فاجلس واذا كنت جالسا توقف لا او تنسى تغير وضعك تغير وضعك تغير وضعك الشاهد تغير الوضع يعني واحد من زملائنا مدرس واحد من زملائنا مدرس مثل الموقف ذا مر عند واحد بالذات عند الاشارات والناس يا جماعه الخير ما عاد تتحمل ما عاد هلك المدري في بلا مدري في ملح والله حد لا حر يا ابوي ما عاد يتحمل الحياه يا اخوي بعد يا اخوي ضغوطات الحياه والله والله من عرف طال عمرك السجود ما يقول ضغوطات الحياه يا اخوي محمد صلى الله عليه وسلم ما احد عنده ضغوطات مثل محمد صلى الله عليه وسلم الامه كلها عليه ويتيم وعيال عمل قريبين تقعدوا له وبعدين مؤامرات قتله والامه تحتاجه ومع ذلك طال عمرك وش كان بسام الله اكبر بسام مش بسام يعني دائما مبتسم بسام ابوه النبي صلى الله عليه وسلم غير البشر قدوه بس غير طيب هو قدوه بس قدوه انا عندي ضغوط احيانا اليوم انا تاخرت عليكم مارس السيارات هذه ما اشوفها شش شش لو يعترضني واحد قلت يا اخوي واخر وراي دوام واخذ هذا شوف اقول المشاكل لازم الرسول صلى الله عليه وسلم في ايات في القران كان لا يضيق صدرك كان يضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحزن وكان يألم مثلنا هو بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترى كان يوم يمرض كان ما يمرض مثل مرضنا حنا الله أكبر مضاعف مرض الرسول صلى الله عليه وسلم والله مضاعف يحس بالألم لكنه كان في توجيهات إلهية بالتسبيح والصلاة والصبر واحد من زملائنا مدرس اسمه الأستاذ سعيد هذا جاء عند إشارة والله ما أدري إيش حصل في الإشارة المهم الرجال نزل مع عائلة الأستاذ ذا وجاء الرجال عند القزاز وقف يقول ما خلى عرق فيه ما سبه
ما خلى كلمة وسخة ما قالها. يقول أنا ماسك دركسون أسوي كذا. هو لا 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 يقول أنا كذا. يلي فيك نزل قزاز انت مروح ما فيك خير لو انت رجال. يقول الحرمه معي ولا يقول الحرمه صاحت حطي تدي عليها. قلت بس يقول انا واقف عيالي معي بناتي معي حرمتي معي هذا ما ادري وش ممكن مو طبيعي ممكن مرض نفسي ممكن ياكل حبوب نفسيه ممكن ياخذ حبوب نفسيه ممكن عنده ضغوطات ممكن عنده بلاء يقطع عمرك لين فك يقول حشرني في الاشاره لين فكت روح اللي قدامي وانا امشي واخليه يا سلام هذا العاقل يا اخي طيب هذه هذه حصلت علي انا شخصيا يا الربع ليس الشديد بالسرعه والله انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب شارع العليا ومعي واحد من الربع اللي هو منوم الله يشفيه ادعوا له بشف الربع الله يشفيه مستشفى جده الله يشفيه ابو محمد يتنرفز بسرعه ويعني اي شيء يعني يثيره الغضب وكذا يعني رجال حار على قولتهم ونمشي مع شارع الليا ويطلع علينا ذاك السواق بعائلته والله العظيم يا الربع انه ما انا مسرعين كلنا لكن عجلين وبريك لين دق الرفرف حقنا بس دق الفلة ورفيقي يطرطع يعني قامت العيونه تقول شراب ابليس يا رجال يبي ينزل من الروعه من هول الموقف والروعه وكذا وانا قفل السياره لينكن لازم لا قفلته ما يقدر يفتح من عنده وانا قلت خله عندي يا ابو محمد خله عندي يحسب اني ذا الحين ابى اسوي شيء ان ببرد سبده وانا اريوس شوي لين طلع الموتر شوي عاد ما في شيء بس دقر الموتر في الموتر وانا قدم نجي جنب قلت افتح القزاز افتح القزاز هو يفتح القزاز ذاك السواق قلت انتبه للطريق يا صديق انت في عائله سوا يوم قلت الكلمه ذي وخوي بغى يطقني انا انا ولد ابوي انا متحمس باليوم وانت الحين تقول له الكلام ذا وانا نمشي يوم ان رحنا وتغدانا في ذاك المطعم وريحنا انا وياه قال تصدق يا اخي انك زديت تصدق لو انك فكيتني كان ذا الحين رايح تكفني في شرطه الليا والله العظيم عندي كلمته تراجع على الامور قلت يا اخي الدنيا ما تستاهل يحكى هذا شو اسمه سليل هذا طال عمرك واحد مفسقر فهو يعني راح فيها واحد يروح معطيها الله معطيها عافيه والله ويعلمنا في يقول كل ما مساك له واحد يمزح معه ولا يفك ما يفك الا في شنطه سيارته والله من قوه الرجال ما شاء الله تبارك الرحمن يكرفته الرجال ثم حطه في الشنطه سكر عليه يا مزح هذا مزح له مزح يا ولد يا فلان لين تالي الرجل لا شافوه يبتعدون عنه انا بيعلق الباب انا امسك الرجيل ويقول بو حط في شنطه سيارته وسكر على صدر وسيع رهيب اجل انا بيعلق الباب مراعي يقول يجي ذاك اليوم طول عمرك يقول ماشي الا ولف عليه واحد لف عليه واحد طول عمرك الرجال واثق في نفسه رجال اموره طيبه ويحط الرجيل في شنطه سيارته اي رجال امزح معي يحطه في شنطه سيارته بيجيهم في شنطه قال يقوم هذا قال لبق بس انت ما تعرفني انا اللي ما بعدي هي لبق طول عمرك يقول يا مفك الرجال السياره ونزل الا هو جنبه تقول ورق يقول والله ان معه عصا هو هذا الرجل معه عصا خوي انا يقول انه راد تحت سياره والله الفسقان يقول قال ما اسف ما ادري ايش هذا قال الشنطه فيك يقول والله انه مشتاله اللي علمنا بالسالفه انه مشتاله زي كذا لين حط في سبحان الله شوف كيف سلط سلط الله عليه انه ما اخذ لين حط في شنطته يا شنطة سيارة وقفل عليه وقال يا خلي يقول ما يعرفني ولا يعرف شوف كيف سلط الله على نفس الموضوع يقول انا والله جواله معه هو راح نبي ياخذه من الجامعه يقول جواله معه ويدق عليه قال فلان قال نعم قال تعال خذ هو بالشنطة يقول قال انت وينك؟ قال انا في شنطة موتري يقول قال انت في شنطة موترك هذه غريبة هذه قال والله العظيم اني في شنطة موتري تعال خذني عاني في المحل فلان اذكر اني ما تعديت المحل فلان بتشوف السيارة واقفة حشو يقول ويجيك طول عمرك الرجال ويفك عينه يقول قال توبه والله ما عاد احط واحد في شنطة سيارتي ولا عاد
لو ما بالجوال من باب النصيحه لشنطه السياره، اي واحد فيكم تسكر على شنطه السياره ترى في سلك اسود فوق لا سحبته ينفك. ما درعنا الرجال والله كان خلص كل السيارات، كل السيارات يا الربع في مثل الفرشه فوق، وخروها من قدام الزرفاء ذا شفت، وخروها وفي سلك اسحبه تنفك على الشنطه كل المواتر تقريبا لان نفس القفله اسحبه طول عمرك ينفتح عادي. اشفى 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 من خرعه، انا انخرعت الحين اشفى المعجين هذول اثنين ما هو واحد في ساقه عندنا هنا. يقولك اليوم رايقين وفاضين شغل، احنا لقانا واحد جنسيه اسويه عويناته صغيره، قلنا بس لبق وعلى التريله وحنا ننزل يمه. ليش انت كذا؟ يقول هو تهور. قال ايش فيه؟ قلت انا اعلمك وش فيه. ومرحديها مع سبحه طاعوا يضربوا بالوجه من هنا وتقطع السبحه. يقول يوم تقطع يا ويله. يقول مر هذه النار قامه قام يصيح ويقول يطير فوق عصار وين دواق قام ادري وين دواق يقول يصير فوق التريله. يقول يوم خذ يقول قمنا نرعيل وقم خذينا يقول مر هذه رجل وجايه اثنين منا. يقول يضرب خويي جنبي كابتن ماجد خويي يقول رحيله. يقول والله العظيم انك تقول برق نبي نضربه تيكواندو والله العظيم ان ضربه واحد اني ما ضربت حروه. يقول اخر شيء اطير من السياره بفتح بنحاش. يقول موي امسك بابا باب السياره تعال. يقول مر هذا هو يصيح يقول ملت بس مر هذه رجله طاع. يقول عند الباب اخر شيء يقول مسكته مسكته قلت يا صديق انا طالبك وداخل على الله ثم على سوري سوري انا طالبك بس فكنا بس نبي نروح. يقول عقبه يقول والله العظيم اي واحد عويناته صغيره يقول والله ما قرب لي. تكفى تكفى دخيله هذا السالفه مثل ذي ابو خالد ما سمعنا الصوت سواك ماسك سرع عند راعي شاورما السواق كبر حبة الفلفل صغير من نفس الفئة اللي تقول عليها ابو عوينات ابو عوينات هذا كأفطس الموت هذا قاعد ماسك سيرة هذا اللي على الشور مطعمك فسقان واليوم طالحين في الفسقانين هذا مطعمك وبالسكاكين تعرف سكاكين وعضلات ودنيا يقطع ويحط وكل شوي يمشي واحد وهذا طعمك واقف ورقمه معه واقف هل قال لي ايش اللي يقول رقم تحاقر قال له روح هل المهم صح الرقم السرة وكذا دف كذا قال وخر هذاك يلعب كرتيه والرجل ذاك طويل حزام الأسود في حركة سواها فيه سحب رجله من تحت ودف للثانية طق وكسر ساقه والله العظيم إلا صاحبنا ذاك يصيح يصيح طبعا هذول الناس تراهم على فكرة موقعين تعهدات إن ما يستخدمون صح. الألعاب هذه إلا في الضرورة مرة هذول دان ما دان ولكن القاعدة لا تحتقر احد لا تحتقر بعض الناس حقهم يا اخي صح والله رماطوا عمرك وقاعد واللي بلش فيه كفيله تعرف الكفيل ومستشفى وشرطه لين تنازل الكفيل مع الكفيل وراحوا فيه الخطا مو بزين لا 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 تحتقر احد لا تخطي بعد لا تحتقر احد الخطا يا رجال الخطا مو طيب هذا شو اسمه على سالفه الاستحقار هذا عندنا عائله ما شاء الله معروفه خلفتهم كلها صبيان ما شاء الله والغزم الغزم 190 ما شاء الله تبارك هذا غزمهم ينادي يا الغزم طوله 190 ينادون يا الغزم لعيبه سله ذول انزين سبحان الله وفزقانين كلهم بس اكثر واحد فزقان اخر العنقود ليش؟ كل ما يدش المدرسه كل من يخاف منه ليش؟ اخوانه لهم لهم تاريخ اخر العنقود فيبطش بالعالم المهم وفي عيب شرعي هالاخو الصغير هذا مسكين لو طالعه طول ثلاث ثواني اربع ثواني جاء وطقك والله مو ذي ليش انا يدري عنده عافيه واخوانه ما شاء الله راح يجي مرتجل على جبل وهم فيهم عيب لو عمره 40 سنه يفزع ويا اخوي يتهاوش عينهم فيهم شر حقين مشاكل على يوم واقف باحد الجمعيات فراد بسيارته جيب قام واحد ودعمه عنده كروسي هو يخزني اطقه المره يدعم سيارتي نزل لي قال له ما تشوف يقول ولا ضعيف وقصير قال له سامحني والاسطاب اللي كسرته الليت شوف كم تكلفته واجيب لك اياه. حلو كلام سهل يعني جابه باسلوب يعني. اي المهم قام وقال انا ما ابي الاسطاب ابيك انت. قال له بس لك سؤال قال له شنو؟ قال ايش تبي فيني يعني تشوف جسمك وانا ما يعني ما في كفاءه بيني وبينك. نعم ولا فيني حيل فيك. المهم قام وغلط على ام الرجال. هذا الصغير. هذا يسولف الولد راعي الجيب ما شاء الله متعافي يقول اخر شيء تذكرته اتذكرني لما غلطت على امه يا صحيت ولا انا بعناية مركزه يا اعوذ بالله ليه الحين ما يدش الوضع
يقول جوني اخواني من اللي طاقك، يقول اقول لهم واحد قصير وضعيف طاقني، والله 20 رجال كل واحد ماسك له حديده وشيك. قال اوكي خلاص ندورهم، قال ما اعرف اشكالهم يقول بعد اسبوعين يقول ولا هذا الصغير يطق القصير يطق الباب يدش عليهم، السلام عليكم عليكم السلام بالمستشفى لا لا بالديوانهم ويا تشيس وفي ليت السياره، يعني وفى وفى كلام جديد. وقال له سوي هذا قاعد منقهر، طبعا صار في وسم وسم على وجهه، سبع قرز هني وسبع قرز هني. الله سمو. نزل ولا يقول نزل، قال يا جماعه انا اللي طاق اخوكم هذا. فالكبير قاعد يضحك، قال انت يا القطو طاق هذا؟ قال اقول لا تغلطون، لا قسم بالله اصفطكم كلكم الحين، ترى ما اشوفكم شيء. صدموا. فالكبير قال له تعال تعال قعد، قال انت سالفتك؟ قالوا شيء انا بطل اسيا بالملاكمه حبيبي عرفناه بوزن الريشه حلو. وقال انا اليوم اللي دعمت فيه اخوك جاني اتصال قالوا لي امك ماتت. الله. وقام وغلط على امي شتمها. شوف سبحان الله شلون كلها تجمعت. يقولوا صارت يا اخي ظروف الشغله هذه اي. فمرات ترى يستهين. ودي بس كلمه واحده، والله حرام شباب 17 16 18 سنه انه على نظره نظرة نظرة يروح ويذبح له ولد. ايوه ايش فيك طالع؟ عرفت؟ وبالاخير ما يدري هذا اللي بلحظة الغضب انه قاعد يخلي امه وابوه قاعدين يذلون. اي والله يقط وجهه على اللي يسوى واللي ما يسوى عشان انه يطلع. عرفت شلون؟ ولا اخرتها راح قص والمناسبات عندنا الحين والله العظيم وتتحول المناسبات الى احزان. ان جاء العيد قالوا مسجون وينه؟ وان جاء رمضان قالوا وش يسوي؟ وان حد وان تزوجت اخته قال ما تزوجت ما شافها. وان مات ابوه قالوا مات ما شافه. تحول الدنيا كلها نكد. فنصيحه واحده قبل لا تكون تذكر انك تكون بار في امك وابوك، لا تكون سبب في انك تذلهم في الحياه. صح صح. عليك بالاذكار، اذكار الصباح والمساء. صحيح الاذكار. طيب من فيكم انضرب كنت تهاوش مع راعي كاراتيه؟ انا انا الله لا يجيب لا كلام صحيح يا اخوان. لا انا والله ما انا ما مر عليك يا سيدي. انا والله ها انا وانذرني انا اول مثل قولت هذه. طيب عصا غير عقود عن 20 وانه قال اخذ ابليس وروح ها انه من يوم قالها قال انا عندي كرتيه واخذ ابليس وروح اني شفت الصدق في عينه اعوذ بالله. اي والله العظيم مودي انا وانا صغير الله يعني. اني اخذت ابليس وسالت عينه منه معه ما هو الاسود اللي فوق الاسود مش يسمونه حزام الاسود دان هذا الاسود دانات دانات بعد اسود دان اللي على شيء اللي ما ادري وش طلع 4 10 6 يصفهم مره في شيء اسمه قتال شوارع وفي شغلات يعني شوته واحده يطلق لا هو خبرني اني مودي هو يوم قال لك روح ايش قلت؟ اي ورحت شفت الصدق في عينه حبيبي شفت الصدق في عينه رحت وما تلتفت ورا بعد سالته عينه طلع معه فوق الاسود قلت الحمد لله هو بلي حزام المفروض انه كذا بس ابعد انا هو انا ما بغيت تلعب في تاريخنا الله يهديك هو امجد يقول من تضارب امجد يقول من تضارب مع واحد او ذا انا لا ما تضاربت انا دخلت نادي القتال ذا الالعاب القتاليه يدربونك الشهر الاول لياقه يعني تضرب طبعا يقول لا تضرب بيدك فاضيه عشان ما تنكسر هلا اليد شوف القبضه كيف القبضه كيف كذا كيف فاضيه يعني يدك هذه لفاك انك تلف لك زوليه يعني ما تمسك كذا ما تسوي لا ما لا ما تسوي كذا كذا ما تسوي شوف كذا الفراغ ذا لا لازم تكون مسكره ليش تعلمنا اشياء هذه مسكره عشان يدك ما تنكسر انت تعلمنا اشياء وبعدين تتدرب كان يدربنا على الضربات وقع سنون تضرب على الجدار يعني عشان تصير هذه قويه وين وكيف تضرب من فين تجي الضربه والضربه القاتله يعني شغلات كذا طبعا هي لازم تصريح وكنا في مركز وهذه كلها لياقه بعدين البشم بعدين يعني في الاخير ما شفت ناس على اصبعين كذا هو يدربك في الاخير لين يوصلك على اصبعين يعني يصير عندك خلاص قوه بس تمارين ما شاء الله يوم دخلنا يوم دخلنا للتدريب العميق القتال والله ما قدرت اكمل ليه لان يجي اغماءات وفي شباب صغار يجي بس التدريب اللي بيدخل وبيمارس وبيصير بطل واللي بيستفيد واللي لازم يتحمل بس جاء فيها ضرب ولكن انا انصح من عنده عيال بالذات الكاراتيه دخلهم كاراتيه لانه كل ما تتعلم مهاره نفسك اصلا نفسك يصير الانفعال عندك اقل
والثقة في النفس أعلى. صحيح. وتصير طول عمرك متفتح مقبل على الحياة، مخدرات لا، سفر وفجور لا، يعني تلقاك منضبط. الرياضي ترى دائما منضبط. نعم صح. وصحة زينة. صحة مو كلها والله. شكرا. أنا الحين نفسيتي لله الحمد والشكر. لا أنا أتكلم عن الرياضي. لكن ما في نوادي من الرياضي. ما في نوادي يعني. لا لا في كل مدينة. فزاع والله كذي. دور المدرب. الرياض هذا مجال الساعة 11. الساعة 12 البارح. 12 إلا ثلث. كله تدريب. أي أمجد إيش تقول؟ أقبل بشر من الأمس. أنا. ما حوله ما لحوله. هذا الظاهر إنه تمرن على الصحون هو. ليه؟ ما تغير روح. ما أدري وين. هذا هذا. تمر يرجع للكبسة يتغير الوضع. إيه وصالح. كنت هاوشت مع راعي كرتيه. رأيك بعد؟ وش ظنكم ما بضربه ولا يضربني؟ على حسب. أول مرة. بعضهم كرتيه. كيف روحه؟ لا. ولا لا أضربه ولا أقدر أضربه. أنا جودة الأول بس. هي واحدة. ما أمدي. وش رأيكم إنه خويي إلى الآن؟ أو. سبت الله. والله. شلون؟ زميلي إلى الآن والمشكلة اللي حصلت بيني وبينه. ولا توي في الدورة العسكرية. تمام سجل عسكري. طيب. وزميلي إلى الآن وتاجر في السوق. كل ما جيت بطقه طقني في رجلي، سوى الحركة اللي سواها مع الرجال بس يكسر رجلي ذاك، هذا ما طقني وطحت. صدحك. وش هي الطريقة كيف الحركة؟ يا أخوي خليني نين أشوفني الرجلة اللي أنا متكز عليها جسمي كله. يعرقبك. شفت؟ وطقها. يطق اللي أنت متكز عليها تصير فلها وأنت. يعرف هاي يتعلم فينا. الله لا يوريك. أنا واقف. خلي وريني. لا تقف أنت أدنى ما وقعك. من وين؟ تعال أنا أوريك. امشي تعال. أنا بوريك أنا صرت خد. لا تكس. ولا مطرحك مر تعال. ولا مطرح بس وقف عندك. أرفع رجلك تانك تبي تشوتني بهذه. هذه. إيه. متحدي أمس. طقني منه طحت. لفيت جسمي كله على ذي. طقني في ذي. ثلاث مرات. يوم طقني وطيح وانا اتركه. ترك شيء جو عاد بيننا الرايجين وكذا ولا تخاف تروح. شفت الجو بيننا الرايجين؟ تعال عندي تعال. سويت نفسي معاد فيه بس. يوم جو عنده وانا تخاف والله بطرح يطرح. والله يا رايجين. الان الرجل زميلي الى الان في السوق. الى الان زميلي. عاد اتكلم قال ما بضرك ولا ضر احد. الرجال طلع عمرك في نادي الحرس الوطني ما شاء الله مع الحزام الظاهر مو بالاسود الالوان كلها. فالواحد طلع وللان عزيز عندي وغالي ما عشانها. هذول الخرعه اللي عينك عينك يا حبيبي. المؤغده تدخل قويه هم هذول. اقول لك فما ما اشيل فيه على قلبي ما في شيء من يمه ولا فيه. ما تقدر. ها؟ لا والله ما هو بعن اقدر ما اقدر. ربما بوكسنا خير. لا ما هو بعن كذا. ابو صر خوي وتكفى. ما هو بعن كذا لا شوف ما هو بعن كذا بس انا قلبي طيب طيب وحبيبي للان وصديقي ابو ثنيان وبعدين شغال في السيارات الهاي هاي الفخمه. تحياتي لازم يصير حبيب. يا الربع ما في محبه الا بعد عداوه. الله العظيم والله يا جيراننا اول ما سكننا في الحرب الله يذكرهم بالخير واحد قال له مقبول الجميعي تهاوشنا طول عمرك اول ما نزلنا تهاوشنا احنا وعياله ضارب ومضروب هم ثلاثه وحنا ثلاثه طق 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 الله يرحم خد ابوي موتانا موتاكم ابوي حتى لو مخطى عليك ما تضرب احد ولا تفتح يا سلام ما في يا ابوي غلط علي طخ كف ما في صح جارك جارك ما تتكلم يا ابوي جونا قال ما في ولا كلمه جارك اخوي نروح نعتذر وحنا المخطى علينا عند الرجال ذا في بيته حنا يا العيال الله. ونعتذر و38 سنه الله. اخوه بيني وبين ابوي من الموقف ذا ما شاء الله شوف تحول المشكله سبحان طبعاً. الله طبعاً. تلقم أكيد. تلقم على قولهم اخوه يوم تقول ابوك يا بدابك انا مودي وانا صغير وطالعني على السطح من فوق والجيران واحد منهم نايم على سطح وترى وصله في غرشة كراتشة قديمة هذيك تعرفون قرورة على يوم ساعة وردم حالة واجي وانخش تحت احد البطانيات اني نايم انت في البيت يا سليم جاء الشايب حياة الشايب الله يرحمه من المسجد هو امام المسجد وللبيت صيحة على صوت الجيران والولد اللي ساعة وردم حالته حالة من هو اللي يضربه؟ هو يقول جتنا غرشة من فوق. من هو اللي يضربه؟ أنا نايم حاط روحي. الحين كم عددنا في البيت؟ ما شاء الله ما شاء الله. 14 أتوقع. ما شاء الله. ما شاء الله. وكل واحد ما يدري وش السالفة. فريق بالاحتياط ما شاء الله. إيه وكل واحد ما يدري وش السالفة. وأنا أصغر.
تراك عمري حول 12 اظن 12 وساكت ساكت. وش سوى الله يرحمه؟ الله يوم عينه لن علمه هم مظلومين الظالم انا ساكت بيضربكم كله مستحيل يشك به ها قلت الاصبح لكم واصل ومستحيل يشك به والله الله يرحمه ويغفر له ما يحب الخطا حاجتين يقول لا ارجع لك فيها صلاتك لا تفوته الله والجار لا يشكي الله مره وهو يجمعنا كلنا في ربق واحد والله يا حاشنا مثل ما حشر الغنم والله ان كل واحد حاطها وانه قلطنا على الجار ومن هو الجار والله انه ان لم يكن سنغالي كان يعني من دوله افريقيه اي حق والله انه انصعق انه حوش وتقل غنم اي والله تكرمون اليوم قال طلعه قال ما اعرفه قال واحد من هو اللي ضربه اطلعه قال وش بطلعه قال والله ان ما طلع واحد منكم والله ها ان يعزوني الناس فيه فيكم كلكم يعزوني الناس فيكم كلكم هم من قلبه بس يبي انا اصغر واحد واخوفهم اكيد ما دام انه قال الكلمه ذي لا يوم بكيت قال جبه صغير والله العظيم يوم طلع يوم بغى يمد يده علي الله يرحمه الله يرحمه هو ينقز الجار قال والله ما تنوش ما دام اعترف ابد خلاص اعترف بالحق فضيل نعم لكن طلع الحين شاهد ان الساقنه مثل ما تسوق بحبل الله يرحمه والله بحبل وعقبها على ما قال انا خزيت هلا تفضل والله بس هذا افضل والله قضينا الشمس زين تودنا هذا تمرين يا ابو ولد احنا مشتتين تمرين طقمين بعد تدري المشكله وش هي المشكله لك كان خصمك طفل سموي طيب لك كان خصمك طفل مره دخلت حاره من حواري مكه المطعمك واقف كان في مدرسه ودي الاهل وتخلص المدرسه منهم وفي السياره انتظر وانا قاعد الاقزاز السياره طش تكسر الاقزاز صح اي والله ورا الاقزاز اللي ورا كان معي سيارة لونها أحمر وأنصحكم نصيحة إذا دخلت وكالة سيارات تمام وجيت لقيت سيارة في المعرض ذا اللون لا تشترونه ترى اللون ذا يحطون عليه لمبات يصير حلو أنا شريت لون أحمر يوم جيت أبيعه ما حد شراه مني عشان لونه الأحمر عز الله أنا صرت لي سيارة اللي كان بيها وضعته أحمر إي والله العظيم أحمر لا لا شوف اللون الصلاة يحطون هذه هي مداخلات في الكلام لا تشترون وبعدين تدري ايش يقولون لك البياعين اللي يبيعك السيارة يقول اللون اللي تبغاه قال هذا موجود في جدة فإن كانت باللون ذا ترى بكرة تستلمه وانت مع الصفقه تقول زب فالاخير تتورط جبت والله الصايده والله انا داعيت لامي المهم وطالع اللي شفت لي راس يا معود واطلع مع الدرجه قام مفتوح واطلع يوم جيت لقيت ورع يا عمره 5 سنين يا عمره 6 سنين بلاطه مكسوره سقطها بس كذا تسقيط الا وش تسوي بس وبعدين القزاز اللي ورا يعني القزاز ورا اغلى من القزاز اللي قدام الحساسات وش اسوي؟ طلعت اسكت الله لا عومش عوضني بس نعم والله يا اخي مشكلة هذا بن حبيب شيخ الغزي ملقب معشي القطارين بالعراق هم كذي كان جايب له مزارع فمسكين المزارع راد بالسيارة قام وداس ولده ذبحه قدامه قام نزل الرجال عطاه فلوس قال اركب القطار وروح قال له ليش؟ انا ذبحت ولدك قال يا ابن الحلال روح لان اذا جو اخوانه ما راح يفكون راح يذبحونك تكفى روح الله اكبر ويركب القطار شوف الحكمه ها ويخليه يروح دفن الولد بعد سنه جاله وياه الديه وانا يقول لي تبي تسوي يسوي ويدري ان حالته ضعيف الرجال هذا فقام ورجع له فلوسه فمرات ترى الحكمه صدق وعندكم هذه بعد قصه الشمري اللي معروف ما ادري وين صارت بالسعوديه ولا بالكويت اللي جاره ذبح ولده حائل هذا عندنا عندكم ها وسوى العزب ببيت جاره كلهم توفوا بسنه واحده أول ولد له صدم وأهله كلهم بزواج ودقوا عليه قالوا ولدك مات فوش سوى راح ودوا ثلاجة وشافوا في ثلاجة ورجع حتى أهله ما علمهم ولا علمهم مهبد ليه ما خلصوا الزواج يوم خلصوا علمهم وبنفس السنة مات ولده الثاني ذبحوا ولد جاره ولد جاره وحلف أنه ما يجلس عاد كلهم عاد احتياط من الدول لأن أهل يعني القاتل انهم كلهم يحطون بالقسم عشان ما يصير به مشكله ولا يصير تحفظ عليه فحلف انه ما ينام الا ما يطلع جار
وعاد جاره أول يعني دائما الباب مفتوح ما يسكر، فكل ليلة سكره وقال يفتح الباب، وفتح الباب وتنازل عنه الوجه لله وكرم الملك عبد الله الله يرحمه وعطاه وسام من أبو سمسر وسماه شيخ العافيه. الله الله يعطيكم العافية ويجزاكم خير ويكثر خيركم. و أبو رهف الله يرهف قلبك يا صاحب القلب الأبيض. طاح الحطب، طاح الحطب. Everything good. Everything عاد على الآن الحمل عليك. بكرة بكرة تراضي أبو ريان. عاد وين القهوة الحين؟ نعم عليك بنروح له وبكرة طال عمرك وترى. بذا بذا. مو الغداء ندور يوم ثاني تغدينا. أجل بكرة لا ما مش غداء هو والله. بكرة إن شاء الله. غداكم عندي. الله يقويك. والله غداكم عندي. لا والله لا لا. أبو هادف الله يبيض وجهك كبير. ويكثر خيرك ويجزاك خير حبيبي. أبو حص الله يبيض وجهك وجهك أبيض وسعدتنا بمشاركتك. الله يسعدك أنت أبو هادف بعد حي أخوي بريك بيض الله وجهك. الله يبيض وجهك مبدع أبو علي يطول عمرك. أبو رهف حياك الله الله يعطيك مش عليه لين وياك يا حبيبي. الله يبيض وجهك وجهك أبيض. غانم السبيعي أبو مطلق الله يطول عمرك بيض الله وجهك. الله وجهك جزاك الله خير. حمد الله ابو خالد هلا بالغالي شكرا يا معود. الله فرحنا فيك والله منك ما رحت. الله يجزاك خير. خلي اقعد عندنا للصيف نجيب ضباب نطبخ هنا تاكل. لا ولي يرحم والديك. جرب طيب نلحق بعد شهرين. بعد شهرين بنجيب لنا سبعه ضبان شفت ونطبخها هنا ان شاء الله. نحظك طيب تجلس ان شاء الله بالعافيه. لا هي ابو مشاري بيض الله وجهك وتحفتنا بمشاركاتك. لو انك مقل لكن عاد انت عاد تشفقنا اليوم ما شاء الله جاي من اقصاي. ما شاء الله الله يعطيك العافيه. ما نشبع منك والله ابو الله يظل عليك ابو ثنيان. الله يعطيك العافيه. الله يحفظك بيض الله وجهك. الله يكثر منك مشاركات جميله ورائعه. الله يحفظك حضور فعال. الله يجزاك خير ويسر امرك. هذا من طيبكم وانا اعتذر منكم عن تاخير اليوم. ما حصل لك لازم يحصل شيء يا الدوام هذا لازم يحصل تاخير. الله يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين كل من يتابعنا في كل مكان. شكرا لكم على استماعكم وعلى إنصاتكم وإن شاء الله نكون إن وفقنا في تقديم ما يليق بكم وجزاكم الله خير. وعلى الدعوات والله إن نحس ونلمس دعواتكم وأنا أخص الأمهات والآباء والمرضى واللي موجودين في البيوت يتابعونا نحس فيكم والأخوان والأخوات اللي يتابعونا. شكرا على متابعتكم وإن شاء الله نعدكم بالجميل والمفيد والرائع والمتميز. نشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحبة غيتة وغلا وتادة في حياتي دسمة بحلى عبارة في حياتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد المسيح الفضيل وبعث المقام محمد الذي وعدتني.